كان لازم ان احنا نطلع نتكلم مع حضراتكم، لان ده حقكم علينا، وفي نفس الوقت لتوضيح بعض الامور اللي مصاحبه شويه بعض او يعني الاخفاق الاخير اللي بيحدث. يعني ليه برضو؟ لان حضراتكم الداعم الاول والرئيسي لكل منظومه النادي الاهلي. انتوا السند وانتوا الظهر، انتوا في الاوقات الحلوه متواجدين ومفرحانين وبتفرحونا كتير معاكم، وفي الاوقات الصعبه انتوا اول ناس مساندين. عشان كده انا مش لاقي كلام اقدر اعبر بيه عن اللي جوايا لجماهير النادي الاهلي، وانا بالذات حتى في زعل الناس حاسس بدعمهم، وحاسس بدعمهم اللي يعني الغير مسبوق. عشان كده ده بيحملني مسؤوليه اكبر انا ومجلس الاداره، مش انا بس. بسم الله الرحمن الرحيم، اعزائي مشاهدي قناه النادي الاهلي في كل مكان، اهلا وسهلا بحضراتكم في حلقه جديده من برنامجكم البيت الكبير، بيت كل الاهلاويه وبيت كل الناس. انتوا السند وانتوا الظهر، هكذا يخاطب رئيس النادي الاهلي كابتن محمود الخطيب جمهوره، جمهور النادي الاهلي. اهم حاجه في منظومه كره القدم ده اللي اتعلمناه طول حياتنا. انا شخصيا واحد من الناس لعبت في كثير من الانديه، و النادي الأهلي في القلب، وعشق للنادي الأهلي من الواحد وهو صغير. ممكن تلعب في حتت كتيرة جدا، ولكن العشق بيفضل في القلب دايما. أي حاجة الواحد بيستحملها، أي حاجة الواحد بيعديها، أي حاجة الواحد بيصبر عليها عشان حاجة واحدة فقط، عشان خاطر الجمهور. أحلى حاجة في كرة القدم مش الشهرة، مش الفلوس، مش في العربيات، مش عارف إيه، مش كل حاجة، مش ده أحلى حاجة، لكن أحلى حاجة هي حضراتكم، هي جمهور النادي الأهلي. كابتن محمود الخطيب أنا شخصياً اتعلمت منه، وغيري وأجيال كتيرة جداً من الأجيال السابقة. بالمناسبة مش في مصر، مش في النادي الأهلي فقط، ولكن في مصر وفي العالم العربي نتعلم من اللي زي كابتن محمود الخطيب. كابتن محمود الخطيب اللي عندما يخاطب جمهوره، جمهور النادي الأهلي، بيقول لهم إيه؟ بيقول لهم أنتوا السند وأنتوا الظهر، أنتوا من حقكم تعملوا كل حاجة، لأن أنتوا اللي حطيتوني أنا بيني وبين الكابتن محمود. مرة في أحد اللقاءات يعني ما كنت بتكلم معاه، قال لي إسلام الجمهور هو اللي جابني هنا، الجمهور هو اللي عمل الاسم ده كله، فلازم نعمل له كل اللي هو عايزه. وخلي بال حضراتكم ده مش معناه إن إحنا ماشيين ورا السوشيال ميديا لا، ولكن حتى وأنا في طريقة كلامي مع جمهوري لازم أكون زي ما حضرتك سمعت كده من الكابتن محمود الخطيب. أنتوا السند وأنتوا الظهر، وأنتوا كل حاجة حلوة، وهذه هي الحقيقة. خلال السنة ونص اللي فاتوا أنا واحد من الناس، وأتكلم مع حضراتكم بمنتهى الصراحة، الواحد تعرض لكمية مغالطات كثيرة جدا حصلت، ولكن احتراما وحبا لجمهور النادي الأهلي فقط، اللي في يوم من الأيام هيعرف كل حاجة، جمهور النادي الأهلي بس هو اللي يخلي الواحد يسكت، هو اللي يخلي الواحد ينتظر، هو اللي يخلي الواحد يستحمل أي حاجة. والله العظيم ثلاثة، هذا الكلام من القلب وليس من العقل، هذا الكلام من القلب. وانا ماشي في مش انا، اي حد. هو ايه الفرق ما بين كابتن محمود الخطيب، كابتن صالح سليم الله يرحمه، كابتن مختار التتش الله يرحمه، كباتن النادي الاهلي العظام والكبار من 1907 لغايه دلوقتي، ايه الفرق بينهم وبين اي حد تاني؟ الفرق بينهم الجمهور النادي الاهلي فقط، جمهور النادي الاهلي اللي بالملايين، 70 80. احنا النهارده 100 110 مليون، منهم 70 80 مليون اهلاوي. فلما بتمشي في اي حته دلوقتي، لو انا ماشي في الشارع الناس لو جايه تسلم، لو واحد جاي يسلم عليا ويقول لي ازيك يا كابتن اسلام، اللي عمل كده هو جمهور الاهلي. فمن حق جمهور الاهلي عليا ان انا اعمل اي حاجه علشان خاطر ارضيهم. انا واحد من الناس بنظر للامر بهذا الشكل.
هو ده اللي حضراتكم شايفينه، هو ده اللي نفسنا يرجع، هو ده اللي كنا بنتكلم عنه امبارح، هو ده اللي دايما بتكلم عنه، هو ده اللي دايما بنتكلم عنه في البيت الكبير، هو ده اللي دايما بيتكلم عنه كابتن محمود الخطيب. هو ده الجمهور هو الأساس في كل شيء، هو اللي بيخلي واحد زي كابتن محمود الخطيب بيتعرض يوميا لأمور كثير. ومجلس الإدارة، أنا بس ما بقول كابتن محمود يبقى مجلس الإدارة، مجلس إدارة النادي الأهلي بيتعرضوا لكمية ضغوط لا يتخيلها بشر، أنا أعرف جزء منها لا يتخيلها بشر، ولكن عشان خاطر جمهور النادي الأهلي كابتن محمود، واليومين دول تحديدا بقى كابتن محمود الخطيب ولجنة الكورة ولجنة التخطيط والمجموعة اللي بتشتغل على هذا على فريق الكورة ما بيناموش ليل نهار، بيواصلوا الليل بالنهار. عشان ايه؟ مش عشان حاجة، هما بياخدوا حاجة بياخدوش حاجة، وكابتن خطيب بياخد حاجة ولا الوزير العامري فاروق بياخد حاجة ولا الأستاذ خالد مرتجي ولا بقية الأعضاء اللي موجودين كلهم محدش بياخد حاجة، بياخدوا احترام اسم النادي الأهلي وجمهور النادي الأهلي. فاوعى حد يغلط ويقول جمهور الجمهور ده له كذا وعليه، أبدا، الجمهور ده يعمل اللي هو عايزه ويقول اللي هو عايزه طالما في إطار الاحترام. واللي أنا عارفه إن كل جمهور النادي الأهلي هو أكتر حاجة محترمة في الدنيا، بدليل تفرجوا على اللي حصل في مباراة الأهلي والإسماعيلي أو ما قبل المباراة. يعني هل حضرتك شفت حد من جمهور الأهلي والإسماعيلي بيعمل، من جمهور الأهلي بيعمل أي حاجة؟ بيعملش حاجة. وما بقولش برضو إن جمهور الإسماعيلي عمل، ولكن شوف جمهور الأهلي عمل إيه؟ الاحترام وحبه إن هو يروح حتى لو أتوبيس واحد، حتى لو فرد واحد. ومباراة الصفاقسي كان في 20-30 واحد قاعدين في المدرجات، أنا كنت في الملعب وفي 20-30 واحد قاعدين في المدرجات، أقسم بالله ال 20-30 دول بمثابة 20 مليون ولا 30 مليون بيتفرجوا علينا. صوتهم كان مسكت ال 100 ألف اللي موجودين في الاستاد ساعتها، في استاد أعتقد رادس في تونس ساعتها. فالجمهور ده أحلى حاجة في الدنيا، الجمهور ده هو الأساس في كل شيء. هو اللي بيحطك أسطورة، مش حد تاني، مش الكلام الهايف اللي بيتقال ولا الكلام، لا لا لا، الجمهور ده هو اللي بيحط، هو اللي بيقيم الأسطورة ده مين، سواء كابتن محمود الخطيب، سواء محمد صلاح، سواء أي حد من الأساطير اللي احنا بنسمعهم. فكلام كتير جدا جدا في هذا الأمر، ولكن انظر لما يقال من رئيس النادي الأهلي، أو اسمع، بلاش انظر، اسمع للي بيقوله رئيس النادي الأهلي في حق جمهوره. انتوا السند وانتوا الظهر، وسيظل دائما جمهور النادي الأهلي هو السند وهو الظهر. وعدت حضراتكم امبارح ان يكون معانا النائب احمد دياب رئيس رابطه الانديه المحترفه في حوار، اعتقد ان هو هيبقى حوار مطول شويه علشان نستفسر منه عن نهايه هذا الموسم وبدايه موسم جديد. وبما اننا بنتكلم عن الجزء الاهم في منظومه كره القدم وهو الجمهور، يبقى خلينا نسال النائب احمد دياب. سياده النائب، ازاي حضرتك يا فندم؟ وسعداء جدا بوجود حضرتك معانا. تأخير يا كابتن اسلام، ومتشرف طبعا ان اكون مع حضرتك. شرف لينا يا فندم ان حضرتك تكون معانا على الهواء مباشره. نائب احمد دياب رئيس رابطه الانديه المحترفه، وانا شخصيا بحب هذا الرجل لانه رجل بيلتزم بكلامه، بمعنى حتى في ظل الظروف السيئه او في الظروف الصعبه بتلاقيه يقول لك، يطلع ويتكلم معاك ويقول لك. وانا لا ادعي ان هذا الرجل كان له دور فيما حدث في مباراه الاهلي والإسماعيلي ما قبل المباراة الحقيقة، لأنه ما حدث قبل المباراة هو أعتقد أن هي بداية جديدة لموسم جديد. سيادة النائب، يعني لو بقول حاجة، أشكرك طبعا على الكلام ده وعلى المقدمة دي، ويا رب الواحد يكون دايما عنده حسن ظن مجالس إدارات الأندية المحترمة وجمهور الكرة المصرية والإعلام الرياضي، ويا رب أن يكون يعني على قدر هذه المسؤولية، لأنها مسؤولية كبيرة. مسؤولية كبيرة بالفعل. بموضوع الجمهور، اتفضل. وعاوزين نقول ان الحمد لله احنا الموسم ده ابتدى بعد غياب 12 سنة من الجمهور عن استادات مصر. نعم. وكان اول موسم من 12 سنة الحمد لله، ابتدينا في الدور الاول ب 2500 مشجع في كل مباراة، وصلنا الدور الثاني بقوا 5000 مشجع،
كلنا طامحين باذن الله تعالى تكون بدايه الموسم الجديد بالرقم اعلى من ده. لازم لما نتكلم عن ملف عوده الجمهور نشكر مؤسسات الدوله المصريه، لان هي اللي دعمت الكره المصريه والانديه المصريه في عوده الجمهور. زي ما قلنا احنا كرابطه من اول يوم ان مفيش كوره من غير جمهور، الجمهور ده هو روح الكوره. طب سياده النائب معلش اقطع حضرتك في النقطه دي تحديدا لانها نقطه مهمه جدا. جمهور، وانا هنا هتكلم على الانديه الشعبيه، الانديه الشعبيه اهلي زمالك اسماعيلي اتحاد، اعتقد ان هم اللي مضرورين اكتر من بقيه الانديه في موضوع الجمهور. فيعني لما تقول لي جمهور الاهلي 2500 واحد يجوا، فهنفضل كده لغايه امتى؟ او 5000 زي ما شفنا في الدور الثاني. معاك سنه صغيره، اتفضل اتفضل. لا مش هم بس، هم يمكن الضرر الاكبر وقع عليهم. نعم. ولكن احنا بنتكلم عن المنتج كله، الدوري المصري، الكره المصريه. مظبوط. وجود الجمهور بيعمل لها، بيرجعها لقيمتها الحقيقيه. مظبوط. بيرجع الشكل بتاع الكره المصريه. احنا مصر بلد كبيره 100 سنه فوق. جمهورنا كان هو اللي بيعمل استاد الرعب لاي ماتش بيلعبه اي نادي في الانديه المصريه المشاركه في افريقيا او منتخباتنا الوطنيه. جمهور الكره المصريه هو عنصر اساسي، طبعا اكثر المضرورين هم الانديه الجماهيريه، ولكن منظومه الكره دايما بغياب الجمهور هتبقى مضر. مظبوط. لكن حتى يا فندم في موضوع البث والرعاة والكلام ده كله، لو جينا نتكلم عن هذا الامر، اعتقد ان انت لما تلاقي استاد فيه 100,000 احسن ما تلاقي استاد فيه 10,000، خمسه من هنا وخمسه من هنا. وعشان كده احنا بنقول ان في شكر لكل مؤسسات الدوله المصريه في دعمها للملف ده. خلي بال حضرتك احنا كنا بنرجع السنه دي بعد 12 سنه مفيش جمهور، وكنا بنرجع في ظل جائحه. احنا يمكن قلنا قبل كده كده ان احنا شفنا كل استادات العالم خاليه من جمهور. فاحنا نعم. راجعين بالتدريج. بس انا دايما ومن خلال برنامج حضرتك حابب برضو دايما نوجه النداء ده لجمهور الكره المصريه. ايوه. ان بعد اذنك خلينا نظهر الشكل اللي يليق بالكره المصريه، خلينا نخش الاستاد ندعم نادينا من خلال التذاكر، ندعم نادينا من خلال تشجيعنا، مالناش دعوه بالمنافس، نلتزم بالروح الرياضيه، نصدر عشان يبقى هو ده الدعم الحقيقي، لان التيكتنج او التذاكر هي اكبر داعم ثابت لكل الانديه في العالم. فبالتالي انت اي واحد فينا وهو بيشتري تذكره رايح يدعم النادي اللي بيشجعه، هو ده اول سبل الدعم على فكره. زائد بقى وجودك ودعمك للاعيبتك والنادي اللي انت بتشجعه عشان تبقى انت دافع وحافز ليه. لكن ما فيش ما يدعو ابدا ان احنا نخرج عن الروح الرياضيه او نتعدى بقى باي سب لفظ تصرف يضر بالمنظومه دي كلها ويرجعنا في ورا. في ظل ده بقول حاجه كده، كل مؤسسات الدوله المصريه بتدعم الانديه والكره المصريه وعاوزه ده انه يزيد والاعداد تزيد معانا. فدايما ومن خلال برنامج حضرتك بنشد جميع الجمهور بعد اذنكم دايما نصدر الصوره اللي تليق بينا وبالكره المصريه. طيب هل بنعتبر ما حدث في مباراه الاهلي والاسماعيلي بدايه مش بتكلم على جمهور معين، ولكن انا بتكلم بشكل عام تطبيق القانون على 5 افراد، اعتقد ان ده بدايه جيده بغض النظر هو اثار الشغب وبالتالي او التحقيقات قالت كده، فبالتالي تم معاقبة النادي. هل ده نعتبرها نقطة انطلاق لما هو قادم سيادة النائب؟ والله خلينا دايما برضو نفصل بين حاجتين. أيوة. احنا لما كرابطة بناخد اي عقوبة رياضية خلال الموسم ده واخدناه على عدة مباريات وعدة اندية، اخدناه كعقوبة رياضية. نعم. وما بنعممش حضور المباراة بجمهور النادي. لان انا ما ينفعش ان انا اقتصر كل الانديه الجماهيريه تحترم وعندها عدد كبير من الجماهير، فلما يحضر حد في مباراه ويصدر منه حاجه احنا بنخص ما حضر المباراه ده، لان ده حضور المباراه مش جمهور النادي. نعم. عشان ما نعممش، لان التعميم يا كابتن اسلام خطر. لا احنا بنتكلم في حضور المباراه. ما تم طبعا في اي مباراه او اي حدث خارج الاستاد له الجهات المعنيه اللي بتقوم بتحقيقاتها وحاجات، ولكن احنا دورنا الرياضي ان احنا اي حاجه نشوفها خروجا عن هذا الاطار ان احنا بناخد فيه عقوبه، وده الحقيقه ابتدينا فيه الموسم كله وهنفضل مكملين ان شاء الله بيه في اطار زياده الاعداد وعوده الجمهور. بس قبل العقوبات هو لازم احنا نبقى متحملين المسؤوليه دي كجمهور. طبعا هو ده اللي انا عاوز حضرتك تطمن ليا فيه والناشد فيه جمهور الكره المصريه كامل، ان احنا نبعد عن اي حاجه ترجعنا خطوه. لا ان شاء الله، وده ده اللي احنا بنتكلم فيه خلال الفتره اللي فاتت. لكن يا فندم هل نقدر نقول عدد ولا خلينا نصبر شويه
على بداية الموسم اللي جاي إن شاء الله. إحنا عاملين مشروع العودة للجمهور وهنتقدم بيه للموسم الجديد بإذن الله. نعم. في ظل المرحلتين اللي فاتوا، وبإذن الله فور إن شاء الله إن يجي لنا الموافقة على بداية الموسم هنعلنه على طول. يعني يا فندم، هل نتوقع زيادة محترمة لعدد الجمهور؟ لو حصل الموافقات ده اللي احنا مستهدفينه، وده يمكن اللي حصل ان احنا ضعفنا الدور الثاني عن الدور الاول. نعم. فبالتالي ان شاء الله احنا ماشيين في نفس الاطار باذن الله. سياده النائب، شفت الموسم اللي فات ازاي؟ اطول موسم في تاريخ اعتقد كره القدم، وكيف نتفادى الاخطاء اللي كانت موجوده في بدايه الموسم المقبل اللي الكل بيضع امال كبيره على رابطه الانديه؟ الحقيقه ان هو احنا بنسمع كلمه موسم استثنائي، ده بقى لنا سنين استثنائي المصري. مظبوط. ولكن لو عاوزين نطبقه فعلا هنطبقه على الموسم اللي هينتهي بكره ان شاء الله على خير. لان موسم فيه 200 يوم توقفات اجندات، ما بين اجندات بطولات للاربع انديه المشاركه في البطولات الافريقيه، ما بين كاس عالم انديه، بطوله امم افريقيه، تصفيات امم افريقيا، تصفيات كاس عالم. نعم. فيها استحقاقات ما بتجيش في اي موسم رياضي، فالحقيقه هو كان موسم ده. بالاضافه ان احنا لما تم انتخاب الرابطه وابتدينا الدوري ابتديناه في وقت متاخر جدا، كانت كل الدوريات بدات، وكان ده تراكمات للاربع مواسم. الحمد لله. وكان في بطولات مثلا زي بطولات كاس مصر الخاصه بالاتحاد المصري، كانوا بطولتين في وقت واحد بيتلعبوا، يعني انت واخد موسم فعلا. الحمد لله عدى بشكل على ظروفه، الحمد لله. انا اعتقد ان هو جاي كخطوه. نعم. باذن الله الموسم الجاي عندنا بلان بي في ميعاد بدايه ونهايه للموسم يتلافى فيها حاجات كتير من اللي عانت منها الكره المصريه. بانتظام الجدول، بمعايير لمشاركه الانديه المصريه المشاركه في البطولات الافريقيه. شكله هيبقى مختلف. الحمد لله كان عندنا مكتسبات الموسم ده زي مباريات القمه مثلا، كانت اول مره تتلعب بجمهور الدوري من 12 سنه. عندنا مكتسب مثلا في مباريات القمه ان تلعب هوم واوي، وده كان اول مره من موسم 66 انه يتلعب هوم واوي. فالحقيقه انتظام الجدول بالشكل ان مباريات القمه برضه تبقى بقرعه مفتوحه وتتلعب في المواعيد المحدده في الجدول. يعني كان في مكتسبات الحمد لله. منافسه كانت قويه في المربع الذهبي، ومنافسه ما زالت مستمره على البقاء. فطبعا في فنيات بقى ممكن غيري يتكلم فيها، انا بتكلم من حيث الاداره. ولكن الفنيات مع تلاحم المواسم وعدم راحه اللعيبه، ولكن في الاخر هو ارقام الدوري الحقيقه كانت قويه، ومنافسته بشكل كويس وانتظامه بنسبه كبيره احسن من قبل كده. هدفنا ان شاء الله الموسم الجاي يكون موسم فعلا نقول انه بدايه حقيقيه بشكل يليق بالكره المصريه والانديه المصريه ان شاء الله. طيب الانتخابات اللي جايه امتى؟ وهل من الممكن ان نجد تغيير في الاعضاء في رابطه الانديه خلال الفتره القادمه ولا لا؟ ان شاء الله ميعادها في سبتمبر. التغيير سبتمبر؟ يعني في شهر 9؟ اوكي اوكي. التغيير من عدمه طبعا ده الانديه، لان في الاول رابطة الأندية بتمثل الأندية المصرية، فطبعا اختيارات الأندية هي اللي هتحدد. فهتبان بقى إن شاء الله مع الانتخابات بإذن الله. إن شاء الله. لائحة الدوري هل ستشهد تغييرات في الموسم الجديد؟ إن شاء الله. أبرز هذه التغييرات لو تقدر تقول لنا. يعني خلينا نعلنها في وقتها، إحنا شغالين على كذا حاجة، ولكن نقدر نقول نسميها النهاية يعني بعد ما خلصنا الموسم ده، هي تحديد للمزيد من الانتظام ومزيد من تطور المسابقه، مزيد من بعض الحاجات الانضباطيه. نعم. الرابطه باذن الله مش السنه الجايه هيكون عندها لجنه للانضباط لكل عناصر اللعبه، يعني عندنا اهداف باذن الله لكل عناصر اللعبه، يعني لاعبين وجمهور ومجالس ادارات واجهزه فنيه. ايوه. اوكي. فكلها خطوات ان احنا نرجع. احنا زي ما قلنا احنا ما عندناش غير هدف واحد، هو الهدف اللي يليق بالكره المصريه وبلدنا مصر، ان احنا نرجع الدوري الاقوى عربيا يا رب. لكن طيب لو بتكلم على الدوري السنه دي، خلاص فاضل مباراه واحده، المقاولين او الجونه او المحله، لو تساووا في النقط هل في لائحه موجوده مين اللي ينزل ولا ننتظر شيء؟
لا، في لائحة موجودة طبعا، وهي بتحتكم بالمواجهات المباشرة، وبعد كده يعني بيها ثلاث اللائحة اللي موجودة هي اللي هتطبق يعني. هتطبق طبعا. طيب طبعا. بالنسبة لعملية ضغط المباريات، هل سنجد لها حل في الموسم القادم؟ بإذن الله هيكون شكلها مختلف، وهتكون على احنا يمكن حطينا أسس الموسم ده ومشينا عليها، حصل فيها يعني حاجات قليلة كانت خارجة عن إرادتنا، لأن كان الاتحاد الأفريقي بينزل مواعيده متأخرة وفي شوية لخبطة حصلت، ولكن بإذن الله الموسم الجاي هيكون الشكل منتظم بشكل كبير ومختلف إن شاء الله. طيب تراخيص الأندية هل هتبقى مع اتحاد كرة القدم أم سيكون هناك إشراف من الرابطة؟ في تنسيق حاليا ما بين الرابطة والاتحاد، وكان ده أثير يمكن في الاجتماع اللي عملناه مع علي وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، وهنبدأ بتفعيل شكل متابعة رخص الأندية والشق المالي منها بالتنسيق ما بين الرابطة والاتحاد، وهنحدد الاختصاصات فيها إن شاء الله. كأس الرابطة برضه يا فندم، هل ستكون بشكل مختلف العام المقبل؟ السنة دي ناس كتير استفادت من كأس الرابطة ومن الناشئين ومن كذا ومن كذا، هل من الممكن أن نجد زيادة مالية في كأس الرابطة مثلا؟ إن شاء الله، ده هدفنا، وهو كان استحداثه السنة دي رغم الموسم صعب عشان الاستفادة، والحال زي ما حضرتك قلت الحمد لله كانت بطولة مفيدة، وإن شاء الله الشكل بتاعها جديد ونعظم الاستفادة منها ونوجد حقوق جديدة للأندية إن شاء الله. أنا اتكلمت مع حضرتك تقريبا في الموضوع ده قبل كده، وهو الجوائز المالية للدوري الممتاز، هل من الممكن إن احنا نجد يعني الدوري المصري الممتاز واحد من أهم الدوريات العربية اللي موجودة في وطننا العربي، هل من الممكن إن احنا نجد دعم أكبر حتى للدوري الممتاز أو للفائز بالدوري الممتاز؟ لأن زي ما حضرتك عارف يعني أعتقد مليون جنيه أنت كنت قايل لي ساعتها أو 2 مليون جنيه مش فاكر حاجة كده يعني. هو هدف لينا أساسي، وزي ما بقول لحضرتك الحقيقة في منظومة الحقيقة كاملة، وسندعي إن أي نجاح حصل الموسم ده هو نجاح للرابطة بس، لا وفي معانا شركة راعية لكرة القدم، في مشروع كبير عندنا أهداف إن يكون في شكل الجوائز المالية مختلفة في الدوري، يكون في حقوق للأندية بشكل مختلف، يكون في تغيير لدرع الدوري، يعني نفس الأهداف يمكن اللي اتكلمت مع حضرتك فيها قبل كده موجودة، وهيتحط لها الخطوات بحيث إنها إن شاء الله نشوفها على أرض الواقع في الموسم اللي هيبدأ. هل ده برضو بالنسبة لموضوع الأفضل لاعب مثلا أو أفضل أخلاق؟ لأن طبعا. أفضل أخلاق أعتقد إن هيبقى ليها دور كبير جدا، ممكن يبقى اللجنة المختصة بهذا الأمر أو باختيار أفضل أخلاق في الملعب أعتقد ممكن يبقى ليها دور في إن الجمهور، هيبقى في جايزة للاعب النظيف، وهيبقى في جايزة لحاجات كتير يعني إن شاء الله هنعلنها قبل بداية الموسم، ولكن زي ما بقول لحضرتك إحنا رايحين لانضباط أكتر، رايحين لانتظام أكتر. نعم. هو دي الأهداف اللي إحنا بإذن الله هتتحقق على أرض الواقع الموسم ده هيبدأ إن شاء الله. طيب المرحلة اللي جاية، لأنه النادي الأهلي كان أكثر المتضررين من التحكيم، وجهة نظري يعني إن النادي الأهلي كان أكثر المتضررين من التحكيم، هل من الممكن أن نجد تعاون ما بين الرابطة وما بين مارك كلاتنبرج الموجود عشان تطوير التحكيم، أم سيظل دائما الملف مع اتحاد كرة القدم؟ ويعني أنا حتى اتكلمت برضو مع حضرتك قبل كده في هذا الأمر، وعلى تحديدا على الكابتن عصام، بس خلاص طالما الكابتن عصام بره خلينا نتكلم على مارك كلاتنبرج. خلينا نقول ان من الاختصاصات الاصيله لاتحاد الكره هي لجنه الحكام ولجنه شؤون اللاعبين او الصيد، اللي هي النزاعات اللي بين الانديه سواء داخل الملعب او فيما يخص التعاقد وشؤون اللاعبين. دي اختصاص بيبقى للاتحاد مش لرابطه الانديه، عشان رابطه الانديه دي بتمثل الانديه، المفروض ان الاتحاد هو اللي بيرصد. التعاون والتنسيق موجود بالفعل، وحصل يمكن اجتماع اول ما تولى المسؤوليه مع اتحاد الكوره وكلاتنبرج. احنا السنه دي كان موسم فيه شكاوي كتير من جميع الانديه على التحكيم. مظبوط. عرضنا هذه الشكاوي الحقيقه مجلس اداره الاتحاد مذكورا حولها لكلاتنبرج. قعدنا وعملنا اجتماع، انا قلت له كل شكاوي الانديه في المضمون، الراجل ابتدى يشتغل للكام يعني اخر كام جوله في الدوري، واعتقد ان احنا ان شاء الله السنه الجايه بالسيستم اللي هو ماشي بيه هيكون في تطور كبير باذن الله، وفي الاول وفي الاخر كلنا ثقه في الحكام، لازم نبقى مدينهم الثقه الحكام المصريه، لان هو في الاول وفي الاخر ده عنصر اساسي من عناصر اللعبه. هنبقى كلنا سعداء
وهم بيزيد اعدادهم تاني في تمثيل مصر سواء في البطولات القاريه او البطولات العالميه. اعتقد ان هو عامل بلان كويس وهيبتدي يعلن برضه عن ضوابط ده واسلوب عمله قبل بدايه الموسم، وكنا اتفقنا وعرضنا عليه حاجات كتير وانه هيتم اجتماع ما بينه في وجود الرابطه مع مسؤولي الكره كويس جدا قبل بدايه الموسم، فان شاء الله في خطوات نامل ان هي تساعد في تطوير المنظومه وتكون ليها اضافه ان شاء الله. اخيرا يا فندم، انضمام رابطه الانديه المصريه لاتحاد روابط الانديه العالميه، كيف يمكننا الاستفاده من هذا الحدث الكبير وخصوصا ان الاتحاد ده في روابط الانديه على مستوى العالم يعني؟ الحمد لله، هو كان هدف بالنسبه لنا لان يعني كان حاجه تضايق وعيب ان مصر ما تبقاش موجوده في ده او رابطه الانديه المصريه وان احنا كنا فيها تاخر، لكن الحمد لله قدمنا الشغل اللي اتعمل وتم اعتماد دخول مصر ورابطه الانديه المصريه من الجمعيه العموميه بعد اول موسم، وهم كانوا عاملين ان في يعني متطلبات لازم يبقى في اربع مواسم متتاليه، ولكن الحمد لله حصلنا على تصويت الجمعيه العموميه من اول موسم. هي خطوه مهمه ان حاجه تكون داخل منظومه الروابط في العالم مع الدوري الانجليزي والاسباني والالماني والاماراتي والسعودي. فكان مصر وجودها انها تبقى ده مكانها الطبيعي، لازم تكون هي موجوده في اي مؤسسه دوليه بالمنظر ده او بالحجم ده. ليها استفادات كتير هتنعكس على شراكات بين الروابط والاستفاده بحاجات كتيره جدا، شغالين على بلان فيها، ولكن هي اول خطوه ان احنا نكون في المكان الطبيعي تكون مصر فيه دايما، ما ينفعش يكون مؤسسه دوليه كده ومصر ما تكونش فيها. فالحمد لله ده تم الموسم ده، هنبني عليه ان شاء الله في اللي جاي. اخيرا يا سياده النائب، انا عارف ان انا طولت مع حضرتك، ولكن اخيرا كل القرارات اللي من الممكن ان احنا يعني رابطه الانديه تاخدها خلال الفتره القادمه ممكن نشوفها في النور امتى؟ يعني حضرتك ما قلتليش قرارات كتير، لكن ممكن نشوف الحاجات دي كلها، يعني عدد الجمهور، المكافئات قبل بدايه الموسم اللي هو هيبدا امتى؟ ما انا مش عارف. احنا الموسم باذن الله هيبدا في اكتوبر، في النص الاول من اكتوبر. اوكي. وهينتهي قبل نهايه شهر 6 قبل نهايه شهر 6؟ باذن الله. ده كويس جدا، ده كويس جدا. وان شاء الله قبل ما يبدا الموسم هيعلن في كل حاجه تخص الموسم ده. طيب اتمنى يا رب ان احنا نكون يعني قدرنا ان احنا ناخد كل حاجه من حضرتك. انا بشكرك جدا يا سياده النائب، واتمنى لك يا رب كل التوفيق خلال الفتره اللي جايه. انا بشكرك باسلام وتشرفت ان اكون مع حضرتك. شرف لينا يا فندم ان حضرتك تكون معانا. النائب احمد دياب رئيس رابطه الانديه المحترفه، وكلام هام جدا فيما يخص رابطه الانديه المحترفه، لانه اللي جاي ان شاء الله في ظل الحاجات اللي احنا بنسمعها وفي ظل فلسفه المتحدة للرياضة في الرعاية القادمة ازاي هتبقى وادخال مدخولات لكل الاندية الشعبية، طبعا الجرار هو الاهم وهو النادي الاهلي، فلكن الفلسفة كلها هو موضوع متكامل. خد بال حضرتك الموضوع ده مش هيكتمل الا بشيء واحد، الجمهور. لما نلاقي 100,000 جوه الاستاد، وانا نفسي وده بقوله للسيد احمد دياب رئيس رابطه الانديه المحترفه، انا بقول له شوف ماتش الاهلي بيلعب ودي، الاهلي ألف بيلعب الاهلي ب ودي، واعمله في استاد القاهره وشوف الجمهور اللي هيجي عامل ازاي، وهيبقى قد ايه واخد باله من كل حاجه، وهيشجع الفرقتين ازاي، لانه الجمهور ده احلى حاجه في الدنيا. هل يعني تسالني انا هل ممكن تغلط مثلا في يوم من الايام يا اسلام في الجمهور؟ عمرها ما هتحصل. ان هو ده، وانا لو واقف هنا، واقف هنا ليه؟ كابتن محمود الخطيب رئيس مجلس اداره النادي الاهلي واسطوره كره القدم المصريه، لما تيجي تتكلم معاه، يعني انا بتشرف ان انا بتكلم مع هذا الرجل، وانا بتكلم معاه بيقول لي ايه؟ جمهور اول حاجه، اهم حاجه ان الجمهور يبقى راضي. النائب العمري فاروق نفس الكلام، لما تيجي تتكلم معاه. الاستاذ خالد مرتجي نفس الكلام، استاذ طارق قنديل، الاستاذ محمد الضماطي، كل المجموعه اللي موجوده تيجي تتكلم معاهم يقول لك الجمهور اهم حاجه، الجمهور. عشان كده انا بتخيل ان الفتره اللي جايه لو عدد الجماهير زادت 99.9% البطولات اللي جايه كلها هتبقى لانه داخل النادي الاهلي ان شاء الله، لانه
الجمهور مختلف، جمهور النادي الاهلي جمهور مختلف، جمهور عارف كويس جدا البوصله. يعني ايه؟ يعني ايه يقعد ينتقد في فرقته وهي بتتغلب، خسرت دوري وخسرت كاس، فلازم ينتقد فريقه ولازم ينتقد ادارته. ما عندناش اي مشكله، بالعكس انتقدوا، لكم الحق تماما في كل هذه الانتقادات. ولكن عشان تيجي تقول له، حد من بره يجي يقول له انت، يقول له لا لا لا، الا دي الا دي، ما حدش يتكلم عن النادي الاهلي، وما حدش يقول النادي الاهلي وحش. النادي الاهلي فنيا ممكن يكون عنده بعض المشاكل، وقلنا الاسباب الكتيره اللي قلناها خلال الفتره السابقه، ولكن لما تيجي تتكلم مع جمهور الاهلي حاسب وخلي بالك واعرف انت بتتكلم مع مين. انت بتتكلم مع جمهور النادي الاهلي، اعظم نادي واعظم جمهور في الكون، وجهه نظري كده وهتظل كده. وده اتعلمناه منين؟ زي ما قلت لحضراتكم، من كل اللي فاتوا. اخر حاجه بس قبل ما اطلع فاصل، رئيس النادي الاهلي، رئيس مجلس اداره النادي الاهلي بيقول كلمتين، انا حضروا لي الكلمه الثانيه يا جماعه نقفل بيها الكلام ده. سمير حضر لي الكلمه بتاعت الكابتن لو سمحت تاني. اخر حاجه بس هقولها لحضراتكم، انتوا الاساس في كل شيء، الجمهور هو الاساس في كل شيء، في كل شيء، وعشانه رئيس مجلس اداره النادي الاهلي بيطلع ويتكلم، وعشانه كل حاجه بتحصل، كل حاجه كويسه بتحصل وهتحصل خلال الايام القادمه. اسيب حضراتكم مع الدقيقه دي لانها دقيقه مهمه جدا جدا جدا. اتفرج وشوف واسمع رئيس اكبر نادي في افريقيا وفي الوطن العربي بيتكلم مع جمهوره وعن جمهوره ازاي. نسمع ونطلع فاصل، وبعد الفاصل نرجع نكمل. كان لازم ان احنا نطلع نتكلم مع حضراتكم، لان ده حقكم علينا، وفي نفس الوقت لتوضيح بعض الامور اللي مصاحبه شويه بعض او يعني الاخفاق الاخير اللي بيحدث. يعني ليه برضو؟ لان حضراتكم الداعم الاول والرئيسي لكل منظومه النادي الاهلي. انتوا السند وانتوا الظهر. انتوا في الاوقات الحلوه متواجدين ومفرحانين وبتفرحونا كتير معاكم، وفي الاوقات الصعبه انتوا اول ناس مساندين. عشان كده انا مش لاقي كلام اقدر اعبر بيه عن اللي جوايا لجماهير النادي الاهلي، وانا بالذات حتى في زعل الناس حاسس بدعمهم، وحاسس بدعمهم اللي يعني الغير مسبوق. عشان كده ده بيحملني مسؤوليه اكبر انا ومجلس الاداره، مش انا بس. في لعيبة لما تيجي تتكلم عنها بتفتكر كل حاجة حلوة. في أول يوم الحقيقة دخل فيه وليد سليمان النادي الأهلي لحد ما بتيجي تعتزل، يعني لغاية لما وليد أعلن، هو الحقيقة منذ فترة أعلن إن ده آخر موسم هيكون ليه. بالمناسبة اللعيبة دي عمرها ما بتكون النهاية بالنسبة لهم، هي الإعلان الاعتزال، لأن ولاد النادي الأهلي مش اللي بدأوا فيه، ولاد النادي الأهلي هم اللي انتموا بحق وحقيقي وأخلصوا لشعار النادي الأهلي ولجمهور النادي الأهلي. عشان كده شايفين مظاهرة حب الحقيقة عظيمة جدا على كل مواقع التواصل الاجتماعي لوليد سليمان اللي بينهي مشواره وهو على القمة، قمة قلوب كل الأهلوية قبل ما تكون قمة البطولات والمجد على مدار أعتقد 11 سنة. وليد سليمان في النادي الأهلي عديد وكثير من البطولات وكثير أو أكتر من حب كل جمهور النادي الأهلي لوليد سليمان. الحقيقة مثل هذا الرجل يستحق كل الاحترام، يستحق كل التحية. 295 مباراة بقميص النادي الأهلي، 68 هدف و48 أسيست، والحصيلة 22 بطولة متنوعة، 6 دوري، 2 كاس مصر، 4 دوري أبطال إفريقيا، 4 سوبر إفريقي، لقب كونفدرالية، 5 سوبر مصري، وبرونزيتين كاس عالم. لما تفكر في بداية وليد سليمان مع الأهلي هتلاقيه نسي كل حاجة وباع الفلوس حتى. يعني هناك البعض بيقولك إيه، إن أنا أمشي من أي حاجة عشان خاطر الفلوس، لكن وليد سليمان باع أي حاجة عشان خاطر النادي الأهلي
وقت ما كان في انبي يعني عشان يلعب في النادي الاهلي. والنتيجه بعد 11 سنه ان هو عندما بينهي مشواره بيفوز بحب كل جمهور النادي الاهلي، وقبل ما يفوز بكل البطولات اللي عدتها لحضراتكم من شويه. هو ده اللي اسمه ابن النادي، اللي اشترى الاهلي وجمهوره، اللي اشترى الاهلي وجمهوره، وكان طموحه مش فلوس، كان طموحه بطولات وحب الجمهور، وعرق عشان خاطر كيان النادي الاهلي، دايما حاضر عشان يساعد فرقته. ولما هيبص وراه، يعني لو وليد سليمان وهو واقف كده وبص وراه هيلاقي تاريخ كبير جدا جدا يفخر بيه، وهيلاقي جمهور بيقدره وبيحبه. شكرا وليد سليمان، شكرا من كل قلب اهلاوي بيحبك وبيحترمك، واللي جاي دايما يكون افضل. خلينا نروح لاخبارنا، اخبار البيت الكبير. الفريق بيختتم تدريباته استعدادا لمباراه سيراميكا كليوباترا، المباراه الاخيره في الدوري العام المصري بالنسبه للنادي الاهلي. النادي الاهلي النهارده اختتم تدريباته مساء اليوم استعدادا لخوض هذه المباراه الهامه التي تقام في تمام الساعه 4:30 عصر غدا على استاد السلام، الاهلي والسلام، ضمن مواجهات الجوله 34 والاخيره من مسابقه الدوري الممتاز. وقبل انطلاق المران عقد ريكاردو سواريش المدير الفني للنادي الاهلي محاضره بالفيديو مع اللاعبين للحديث في كافه الجوانب الفنيه والخططيه الخاصه بالمباراه. وخاض النادي الاهلي مرانو على ملعب مختار التتش، وبدا باجراء عمليات الاحماء وفقره بدنيه خفيفه قبل تنفيذ الجزء الخططي داخل الملعب استعدادا لمواجهه سيراميكا. وتواجد اليوم محمد مجدي قفشه لاعب الفريق داخل التتش بعد اجراء عمليه فتق في جدار البطن باحد المستشفيات بمدينه 6 اكتوبر وخضوعه لبرنامج علاجي وتاهيلي. واطمأن جهاز الفني ولاعبه الفريق على حالة أفشة بعد ظهوره اليوم داخل النادي على هامش المران الختامي للفريق لمباراة سيراميكا كليوباترا. سواريش بيعلن قائمة النادي الأهلي لمباراة سيراميكا كليوباترا. أعلن ريكاردو سواريش المدير الفني للنادي الأهلي قائمة الفريق الأول استعدادا لهذه المباراة التي تقام في تمام الساعة 4:30 غدا في استاد الأهلي والسلام، ضمن مواجهات الجولة 34 والأخيرة من مسابقة الدوري الممتاز. مصطفى شوبير، حمزة علاء، رامي ربيعة، محمد محمود، محمد عبد المنعم، كريم فؤاد، ولويس ميكيسوني، وأحمد سيد غريب، ورأفت خليل، وأحمد عبد القادر، ومحمد خليفة نصير، وأحمد سيد عبد النبي، ومحمد فخري، ومحمد أشرف، وزياد طارق، ومحمد حمدي، وميدو نبيل، ومحمد أحمد شرقية، وعلي عمرو. ظهور التحكيم النسائي في ختام الدوري، شاهندة تدير مباراة سموحة وفاركو. أسندت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم مباراة سموحة وفاركو لطاقم حكام يحتوي على 3 محكمات لأول مرة في إطار منافسات الجولة 34 والأخيرة من الدوري الممتاز هذا الموسم. كما أن شاهندة المغربي تعد أول محكمة ساحة في الدوري الممتاز. وجاء طاقم التحكيم لمباراة سموحة وفاركو كالتالي، زي ما حضراتكم شايفين: شهند المغربي، وحكم مساعد منى عطلة، وحكم مساعد محمد شعبان، وحكم رابع صبحي الغمراوي، وحكم فيديو حسني سلطان، ومساعد حكم فيديو يارا عاطف. ونادي سموحة بيصدر بيان ينفي فيه حل مجلس إدارة النادي برئاسة عن حل مجلس إدارته برئاسة وليد عرفات. بيان سموحة الحقيقة نفوا فيه تماما ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي من حل مجلس إدارة نادي سموحة. إذن أستاذ وليد عرفات رئيس لنادي سموحة ومجلس إدارته مكملين زي ما هم بناء على البيان اللي طلعوه. استمرار منع فاركو من القيد فترتين وإيقاف تيري 4 شهور. وميكالي في الأسكندرية لزيارة نادي
فاركو ومعاينة ملعب برج العرب. زي ما قلت لحضراتكم قبل كده، فيتوريا وفيتوريا المدير الفني لمنتخبنا الأول، وميكالي المدير الفني لمنتخبنا الأولمبي. الاثنين الحقيقة بيعملوا جولات لكل الأندية عشان يعرفوا الدنيا ماشية ازاي، الأمور ماشية ازاي، كيف يتعامل المديرين الفنيين مع فرقهم سواء فيتوريا أو ميكالي. نتمنى لهم يا رب كل التوفيق، لأن الفترة اللي جاية فترة صعبة جدا 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 في كرة القدم المصرية، سواء بالنسبة لمنتخبنا الأول أو للمنتخب الأولمبي، لأنه فيتوريا لأول مرة هيكون متواجد مع منتخبنا الأولمبي، هي معسكر سبتمبر. وأيضا الناحية الجانب الآخر، ميكالي برضو لأول مرة سيكون متواجد مع منتخب الأولمبي في شهر 9 القادم. النادي الأهلي بيتعاقد رسميا من مع ديانا كارولينا من بورتوريكو لتدعيم فريق سيدات الأهلي. كابتن خالد العوضي مدير النشاط الرياضي أعلن عن التعاقد مع اللاعبة ديانا كارولينا رايس من بورتوريكو لمدة موسم، وذلك لتدعيم فريق سيدات طائرة الأهلي في الموسم الجديد. وقعت ديانا كارولينا على العقد في حضور خالد العوضي الذي أبدى تفاؤله الشديد باللاعبة، مؤكدا أنها إضافة قوية لفريق سيدات طائرة الأهلي مع باقي اللاعبات خلال الموسم الجديد. الحقيقة في كل الألعاب النادي الأهلي بيتحرك في كل الألعاب، وإن شاء الله القادم خير إن شاء الله. ديانا رايس سعيدة بالانضمام إلى الأهلي وجاهزة للتتويج بالبطولات، قالت المحترفة ديانا كارولينا رايس من بورتوريكو لاعبة فريق سيدات طائرة الأهلي، أو أعربت عن سعادتها الغامرة بارتداء قميص النادي الأهلي، وأنها جاهزة لتبذل كل الجهد خلال الأيام القادمة للفوز بكل البطولات مع النادي الأهلي. آخر خبر معانا، توقيع عقود المدربين الأجانب لفريق جمباز الأهلي رجال وسيدات. زي ما قلت لحضراتكم، النادي الأهلي بيتحرك في كل الألعاب وليس في كرة القدم فقط، كرة القدم وكرة السلة وكرة الطايرة والهندبول وسيدات ورجال، وزي ما حضراتكم شايفين في الجمباز إن شاء الله السنة دي تبقى سنة جميلة على كل جمهور النادي الأهلي. طيب هنطلع فاصل، وبعد هذا الفاصل هيكون معانا كريم سعيد وأحمد ثابت في ضيافة البيت الكبير، وكلام هام جدا عن الدوري العام المصري وأهم الأمور الخاصة بالدوري العام المصري اللي امتد لأكثر من شهور كتيرة جدا 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 خلال سنة كانت صعبة جدا جدا جدا. إيه اللي حصل في هذا الموسم؟ بعد هذا الفاصل كريم سعيد وأحمد ثابت هيقولوا لنا، إن شاء الله يكونوا في ضيافتنا في الجزء الأخير من هذه الحلقة. بعد الفاصل كريم سعيد وأحمد ثابت. اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. خلوني ارحب بضيوفي في هذه الفقره، احمد ثابت. ازيك يا ابو حميد؟ الحمد لله بركة كلها. عندنا حاجه حلوه النهارده، وليد سليمان مهم طبعا، الحلقه يعني والدنيا فالدنيا لطيفه هنسمع كلام كويس يعني. ونتعلم منك يا كابتن اسلام. نتعلم من الحلقه؟ لا ما بعرفش احلق. ازيك يا كريم؟ ده كابتن اسلام بركة. الحمد لله كابتن اسلام. انت حلقت ولا انت؟ اه طبعا انا، انت فاهم بقى يعني، كلنا لما بناخد القرار بناخده جماعي. بناخده جماعي. ماشي. اخباركم ايه؟ كله كويس؟ الحمد لله. طيب خلينا نبدا بوليد سليمان. ووليد سليمان ونهايه حقبه تاريخيه بالنسبه لوليد سليمان، اعتقد ده هيكون نهايه في الملعب، ولكن سيظل دائما وليد سليمان واحد من اللاعبين اللي جوه قلوب كل الاهلاويه يا احمد. طبعا. وليد سليمان واحد من يعني احنا دلوقتي ما عادش فيه زمن الانتماء. اخر من تبقى من زمن الانتماء وليد سليمان ومحمد الشناوي، ما عادش في حته اللي هو زمن الانتماء. دلوقتي كله بقى بيبص للفلوس، للماده. كل اللعيبه في مصر تحديدا بتبص للفلوس، في العالم في العالم تحديدا. ان انت يبقى عندك زمن الانتماء ده وليد سليمان. انا يمكن عندي سبع مواقف او سبع حاجات كده مع وليد سليمان بصراحه. سبع يعني حاجات؟ اه سبع مواقف يعني بالتفصيل كده، بما ان احنا بنتكلم على واحد من اساطير النادي الاهلي، واللي لازم يخرج من وهو فعلا بيخرج من الباب الكبير. دايما النادي الاهلي ما بيتاخرش في الحاجات دي، وانا متاكد النادي الاهلي برضو بيجهز حاجه كويسه لوليد سليمان في الايام الجايه.
يمكن اول حاجه خلينا نتكلم على وليد سليمان قبل ما يجي النادي الاهلي. وليد سليمان واحد من الناس اللي بكت ثلاث مرات قبل ما تيجي النادي الاهلي. اول مره لما كان طفل، لما النادي الاهلي خسر احد المباريات، دي كانت المره الاولانيه. المره الثانيه لما جماهير النادي الاهلي هتفت ليه، وكان وقتها لعيب في نادي انبي. المره الثالثه لما انبي رفض يعني انتقاله للنادي الاهلي، وساعتها وليد سليمان طبعا اتعرض لصدمه عصبيه لانتقاله للنادي الاهلي. شوف بعض، شوف اللعيبه دلوقتي بتعمل ايه، وشوف وليد سليمان كان بيحارب ازاي وبيقاتل ازاي عشان يحقق حلمه. شايفين قدامنا الصوره، وليد سليمان اللي متصور بتشيرت النادي الاهلي من صغره وحقق الحلم ده ان هو يلعب في النادي الاهلي. فدي في صوره ثانيه برده، يمكن وليد سليمان انا اتكلمت معاه قبل الحلقه وهو مشكورا اختصنا بالصور دي. يمكن الصوره دي اول مره، يعني اول مره تتعرض. يمكن هو كمان صور لي وبعت لي حاجه حصري جدا للقناه الاهلي هنا، دولاب بطولاته في البيت. دولاب بطولاته. يمكن لو استعرضنا الفيديو، طبعا ده بعض الحاجات المواقف الثانيه هات، بس الفيديو بتاع وليد سليمان، شوف كميه البطولات اللي حضرتك كنت بتتكلم فيها ان هو واخد 22 بطوله. ده الدولاب بتاع وليد سليمان في البيت عنده، ما شاء الله كميه بطولات. يمكن لو استعرضنا البطولات اللي واخدها وليد سليمان، يمكن 6 دوري. تصدق حركه لطيفه جدا، ده هم عاملين متحف لوحدهم في البيت. في يعني الصفحة. انا غلطت عمري بقى ان انا برضو بتاع 24 بطوله ولا 25 بطوله، انت فاهم؟ مش انا يعني، انا بتكلم بتاع تعمل المتحف ده ما عملش كده يا جماعه. هو كمان واخد بطولتين، قال لي ان هو واخد حلو قوي يا وليد والله. بطولتين مع منتخب مصر طبعا، بطوله طبعا. العرب وبطوله حوض النيل. ففي بطولتين كمان مع منتخب مصر، وواخد كاس مصر مع انبي. طب كنت شاور لنا حتى وليد سلم علينا، فاهم؟ فيمكن هي البطولات اللي واخدها ان شاء الله قريبا يبقى معانا يا رب. 6 دوري، 2 كاس، 5 سوبر، 4 دوري ابطال افريقيا، 1 كونفدراليه، 4 سوبر افريقي، 2 برونزيه كاس عالم. دي يمكن ارقامه على ترانسفير ماركت. ترانسفير لاعب 82 مباراه في دوري ابطال افريقيا، مسجل 17 وصانع 14. اوكي. ولعب في الدوري المصري ده على يعني ترانسفير ماركت 254 مباراه في كل الانديه. اوكي. مسجل 59 هدف وصانع 40 هدف. في كاس مصر لعب 23 مباراه، مسجل 7 اهداف وصانع هدف. نكمل برضو بقيه المواقف بتاعت وليد سليمان اللي هي الحاجات اللي ما ينفعش ننساها بصراحه. وليد سليمان في النهائي 2012 لعب وهو مصاب في البطوله دي، ساعتها طبعا كانت الكره متوقفه وكده، لعب وهو مصاب بقدم واحده. يمكن احنا برضو معانا الصوره دي، ان هو كان هو طلع وقال ان انا تحملت على نفسي ولعبت النهائي بقدم واحده. فدي مواقف بتبين قد ايه اللعيب ده ممكن مثلا واحد يكون عنده الغضروف ولا عنده مش عارف ايه يروح يعمل عمليه ويغيب عن النادي او مش عارف ايه. لا، وليد سليمان مش فارقه معاه، وليد سليمان بيبقى فارق معاه بس النادي الاهلي. فده واحد من الناس اللي هي بصراحه لازم التاريخ بيذكرها. واحنا اللعيبه دي يمكن البطولات بتاعته اهي. الموقف الرابع كمان، وده الاهم دلوقتي حاليا، مساله التجديد يا كابتن اسلام. تجديد يا كريم، دلوقتي انت اي لاعب بيتجدد بيتشرط عليك، او يعني في بعض اللعيبه برضو التفكير في الماده. وليد سليمان دايما بيجدد على بياض، دايما بيمضي للنادي الاهلي على بياض. ده اللي لازم اللعيبه اللي زي دي لازم تتشال على الراس، اللي هي اللعيبه اللي مقدره قيمه النادي وبتحب النادي وابن النادي، مش فارق معاه الفلوس، مش فارق معاه ان هو النادي الاهلي، ما هو النادي الاهلي بيدي احسن فلوس، بس النادي الاهلي بيحطك فوق راسه. عشان كده اللعيب لازم لما يجي يتكلم في تجديد لازم يكون عارف يمضي على بياض للنادي الاهلي، لان النادي الاهلي هو اللي اداله الشهره، هو اللي اداله المال، هو اللي اداله كل حاجه، هو اللي عمل اسمه. فعشان كده وليد سليمان كمان في بعض التصريحات ليه قال لك شعرت بالحزن عندما تحدث معي الاهلي للتجديد. يمكن هو كان قال ان انا هجدد على بياض في بعض التصريحات. الموقف اللي بعد كده برضو ان هو رفض فلوس كتيره من بيراميدز. وليد سليمان رفض فلوس كتيره من بيراميدز وقال ان انا هعتزل في الاهلي، وقال جمله مهمه جدا، قال لك ما ينفعش اهدر تاريخ اهي، ما ينفعش اهدر تاريخ والعب لنادي اخر في مصر غير النادي الاهلي. فدي حاجه مهمه جدا برضو، ده اهو وليد سليمان رفضت فلوس كتيره من بيراميدز وهعتزل في النادي الاهلي. الحاجة اللي بعد كده والموقف السادس المهم اللي هو نصيحته للعيبة الشباب هنا في قناة النادي الأهلي لما طلع وقال، قال إن اللعيبة سهل تعمل فلوس بس صعب تعمل بطولات. نعم. ودي حاجة مهمة برضو إن إحنا لازم نربي النشأة عليها في النادي الأهلي، إن أنت سهل تعمل فلوس بس صعب تعمل بطولات. لازم اللعيب يكون بيفكر في كده. الحاجة اللي بعد كده برضو الأزمة أو الموقف اللي حصل مع مارتن يول، ده يدرس من وليد سليمان. وليد سليمان كان مارتن يول أول ما جه
كان حاطه الجناح رقم 4 في حساباته وقال له هو كان مصاب وقعد فتره ورجع قال له انا الجناح رقم 4. بعد كده لما مارتن يول مواليد سليمان لا عمل مشكله، لا سمعناه عمرنا عمل مشكله ولا حصل ازمه في التجديد ولا سمعنا مشكله لوليد سليمان. الراجل ده الراجل مخلص، فلما هنا اجتهد في التدريبات واشتغل رجع بقى الاول. وبعد كده شفنا مارتن يول في تصريحاته برده مع حضرتك هنا على ما اتذكر قال ان وليد سليمان احد افضل اللاعبين الذين دربتهم طول حياتي. فوليد سليمان اسطوره، واحد من الاساطير النادي الاهلي، من الجيل الذهبي، وحاجه من ريحه الجيل الذهبي اللي هو الجيل حضرتك وجيل ابو تريكه وبركات ومتعب، الجيل الذهبي بتاعكم. فده واحد بيفكرنا بالجيل الذهبي، لازم نكرم الناس دي، لازم كجمهور، انا متاكد ان جمهور الاهلي برضو بيجهز له حاجه كويسه، ومتاكد ان الناس دي لازم تتشال على الراس، الناس اللي اشترتنا، الناس اللي مهمهاش الفلوس، الناس اللي اختارت النادي الاهلي دي، واحد منهم وليد سليمان. فمهم جدا يعني ان وليد سليمان ده بصراحه واحد من الكوادر، واحنا عاملين هاشتاج يعني. ما انا لسه كنت بفتحه، هو هاشتاج كريم وثابت مع الشاطر، اكتر هدف للنجم وليد سليمان مع النادي الاهلي لم تنساه خلال مسيرته الكرويه. مره ثانيه كريم وثابت مع الشاطر، ما هو اكثر هدف للنجم وليد سليمان مع النادي الاهلي لم تنساه خلال مسيرته الكرويه؟ وبالفعل ابتدت طارق مصطفى يقول تحياتي كابتن اسلام وكريم وثابت. محمد سعيد، امتع اهداف الحاوي هدفه في مرمى الترجي في رادس، الترجي التونسي في رادس. طارق برضو بيقول كل اهداف الحاوي ممتعه ولكن هدفه في مرمى الترجي. هناك بعض الاسماء، تمام، كل ده هيتقال وكل ده هنقوله لحضراتكم، وابعتوا لنا كل اللي حضراتكم عايزينه على كريم وثابت مع الشاطر، وليد سليمان، او ما هو اكثر هدف للنجم وليد سليمان مع النادي الاهلي لم تنساه خلال مسيرتك الكرويه. اعتقد برضو كريم وليد يستحق مننا حلقات وحلقات للكلام عن اخلاقه واحترامه وادبه وحب جمهور النادي الاهلي لهذا النجم الكبير. طبعا وليد سليمان في وجهه نظري يعني اخر عنقود في الجيل الذهبي للنادي الاهلي. وليد سليمان كمان شخصيته هي شخصيه النادي الاهلي، يعني وليد سليمان بنتكلم على لاعب كل تصرفاته على طول احنا بنقول لو اللاعب الاهلاوي هيعمل كده، وفعلا وليد سليمان حتى يعني دايما كان اسمه مرتبط بالنادي الاهلي يا كابتن اسلام منذ كان لاعب في بتروجيت، حتى من قبل ما يكون في انبي. يعني حتى وليد سليمان وهو في بتروجيت كان دايما يتفرج عليه ايام بتروجيت. وليد سليمان ساعتها كان في يعني في واحده من احلى لحظات حياته، يعني فترته مع بتروجيت كانت جميله جدا، واللي اتفرج عليها ساعتها كان لعيب عالي قوي، وكان دايما اسمه مرتبط ب النادي الاهلي، جاي من بتروجيت انبي طبعا عشان هو من نفس المؤسسه، فقدروا ان هم ياخدوا وليد سليمان قبل ما يروح النادي الاهلي، ولكن الحلم تحقق بعد كده بعد ما راح وليد سليمان راح انبي، وفعلا راح من انبي للنادي الاهلي. وليد سليمان احلى، انا عايز اتكلم عن موقفين. موقف بتاع 2012، الناس تفتكر موسم 2012 ده النادي الاهلي كان عنده الفاينل مع الترجي، وفعلا كان وليد سليمان ساعتها محتاج تدخل طبي، يعني ساعتها كان عنده مشاكل وداس على نفسه قوي. يعني طبيعه اي انسان لما بيروح لدكتور والدكتور بيقول نصيحه طبيه، انا اكيد صعب قوي ان انا اتجادل معاه، ان انا ما افهمش. الدكتور هو المفروض نصيحته هي اللي تتم تنفيذها، لكن وليد تحامى على نفسه كتير بسبب صعود النادي الاهلي الفاينل دوري ابطال افريقيا 2012، وقدر الحمد لله ان ربنا وفقه وجاب الهدف الهام في ماتش العوده في رادس والنادي الاهلي كسب. واعتقد بعديها وليد غاب شويه، انه كان ساعتها خلاص بقى عامل العمليه، واعتقد كمان غاب عن المونديال افتكر يعني بسبب يعني التحامل اللي هو تحامله على نفسه. الموقف التاني موقف مارتن يول. موقف مارتن يول انا فاكر ساعتها ان وليد سليمان يعني يعتبر من عمدت الفريق، صح، بيجي مدير فني جديد يقول له انت مش رقم واحد او رقم اتنين او رقم تلاته، لا انت رقم اربعه. هنا بقى شخصيه اللاعب الاهلاوي المحترف المنضبط، اللي انا النهارده هبدا اشتغل على نفسي عشان اقول للمدير الفني صح ان انا محترم وجهه نظرك ايا كانت هي، وانا هشتغل على نفسي وهقدر اقنعك بامكانياتي. ونشوف كمان ان الفتره دي النادي الاهلي كان بيمر بيها بمشاكل فنيه مع مديرين فنيين، يعني باسيرو عدى علينا في الفتره دي ومارتن يول، وكان في بعض المشاكل الفنيه. وليد كان هو اللاعب اللي شايل على كتفه الليدرشيب او قياده الفريق، دايما
عارف يا كابتن اسلام، الانديه الكبيره لازم يكون عندها اكثر من قائد، ما ينفعش طبعًا. فريق واحد يبقى عنده قائد واحد. وبالتالي انا بشوف وليد سليمان يعني بعد هذا الكم من الاجتهاد والتعب في الملاعب بدون مشاكل كمان بقى، يعني احنا دلوقتي مثلا في الزمن في اخر 3 4 سنين احنا مرينا، يعني الكره المصريه بصراحه كلها مرت بتغيرات كده شويه، والبيزنس دخل فيها زياده على اللزوم، فبدا يبقى فيه يعني مغريات كتيره للعيبه، وبالتالي ممكن ساعات توقعك في بعض المشاكل. مظبوط. اسم وليد سليمان لم يرتبط باي مشكله، واي اهلاوي ما اعتقدش ان هو ممكن يفتكر لوليد سليمان اي مشكله او اي ازمه. اكيد انا بقولها ممكن ثابت شايف الحته بتاعت الفلوس على اللعيبه، لا انا بقول للعيبه ده احنا في عصر احتراف، كل لاعب اكيد من حقه يطلب اللي هو عايزه، كل لاعب بيشوف مصلحته هو سواء كان هو او وكيله او مدير اعماله، لكن بكل تاكيد وليد سليمان قماشه مختلفه، اسلوب مختلف. ووليد قال كلمه مهمه بصراحه لازم الناس تفهمها كويس، ان فعلا لاعب الكوره في الزمن ده اذا قدر يعمل اسم سهل جدا فانك تعمل فلوس بكل امانه، صعب انك تعمل تاريخ. ليه؟ لان بكل امان احنا في زمن الناس لحد ما او اللعيبه ما بتحبش تجتهد او تشتغل كتير، الناس كلها عايزه المكسب السريع او عايزه المكسب السهل، ده مش في الكوره. الكوره ربنا سبحانه وتعالى خلقها للاجتهاد وال يعني وانك تطفح الكوته، يعني زي ما بنقول كده باللغه الدارجه يعني. فبكل امانه بكل امانه في الزمن ده اللي عايز يلعب كوره، اللي عايز يلعب اي رياضه لازم يفهم ان ما يبقاش التارجت فلوس. لو التارجت فلوس ممكن توصل شويه ونرجع نلف اللفه، هتندم. لا هتقول اصل انا حياتي خلصت يعني اهم حاجه. لا 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 لا, لا. معلش لا كابتن اسلام انا هقولها بصراحه، ما معلش بقى. لا في ناس حققت فلوس طبعا وما ارتضوش وما ارتضوش. لا بكل امانه الشهره وحب الناس ليك والله بكل امانه اهم شيء لا يقدر بثمن. هتاخد الفلوس وهتعيش لوحدك وهتقعد منزوي. انا دايما بقول لكم ايه، انا في فترات الفتره اللي فاتت كان بيبقى فيه هجوم شويه، فكنت بقول لكم ايه دايما، الجمهور الاهلي يعمل اللي هو عايزه. اي يعني مش كنت بقول لكم دايما كده؟ أي. أي. لا دي حقيقه. وبمناسبه الفلوس بقى انا عايز اقول لكم خلصت الموضوع وليد، لانه انا عايز اتفضل 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 نفس السياق اتفضل. بس انا عايز اقول حاجه قبل بس ما تتكلم اتفضل، لانه انت قلت حاجتين او سبع حاجات عن وليد كريم قال حاجتين، انا هقول حاجه واحده، ما هو 7-2-1 وعايز يقول تاني هو عايز يقول تاني كمان ده مش ممكن بعدين. طيب وانا اسف طبعا لكابتن وليد ان انا هقول هذا الكلام على الهواء مباشره. وليد سليمان اتصلت بيه من فتره، مش فاكر كنا واخدين بطوله من البطولات اللي احنا خدناها مؤخرا يعني. وليد جمهور الاهلي عايزك على قناه الاهلي. قال لي انا معاك يا كابتن اسلام. قلت له تمام. انا في الطبيعي ما بتكلمش في فلوس مع حد غير لما بيجي، لانه بتبقى فيه كده حاجه معينه يعني. خلاص؟ كان كابتن وليد وكابتن سعد سمير. خلاص؟ كل واحد كان له مبلغ. خلاص؟ كابتن وليد سليمان بعد الحلقه بديله مش يعني الناس بتديله في كده اجراءات معينه بتتاخد. قال له لا انا ما باخدش فلوس من قناه الاهلي. انا اسف يا وليد ان انا بقول هذا الكلام، لانه لازم اقوله في مثل هذه الظروف، لازم اقول هذا الكلام لو انت متابعنا يعني. انا اسف مره تانية لان دي حاجه شخصيه. وقال لي يا كابتن اسلام من فضلك ما الكلام ده ما تقولوش، وما يعني ما ينفعش، انا ممكن في اي حته تانية اخد لكن في قناه الاهلي لا. ودي شيء حاجه حصلت معايا انا تحديدا وقدام عيني وكل حاجه، وكذلك كابتن سعد سمير برضو عشان الواحد يقول اللي ليه واللي عليه، عشان ما حدش يفتكر ان انا بقول وليد يبقى سعد، لا كابتن سعد سمير في ذلك الوقت برضو قال نفس الكلام، قال انا زي كابتن وليد. فالحقيقه هو ده اللي نقدر نتكلم عنه، هو ده المثل اللي نقدر نتكلم عنه. لما تيجي تتكلم عن ابناء النادي الاهلي مثلا تريزيجيه، بس تريزيجيه انا اعلنتها وهو معايا على الهواء، قلت ان تريزيجيه قال انا مش هاخد ولا مال. تريزيجيه هذا القيمه الكبيره جدا اللي كان بياخد يعني مبالغ كبيره جدا من اي حد بره، جه قناه النادي الاهلي احتراما لجمهور النادي الاهلي وحبا لجمهور النادي الاهلي، قال لك لا مش هاخد ولا مال. ليه؟ كابتن وليد سليمان قال لي، وانا اسف انا اسف مره ثانيه يا وليد ان انا بقول هذا الكلام، لكن في مثل هذه الظروف لازم اقول لجمهور النادي الاهلي ان عندك لاعب ممكن في الملعب تعتمد عليه وبره الملعب كمان
تعتمد عليه خلال الفترة اللي جاية. هيظل دائما حب وليد سليمان في كل قلوب جمهور النادي الاهلي. انا اسف مره ثانيه يا وليد ان انا قلت حاجه شخصيه. الدرس المستفاد يا كابتن اسلام الحته دي اعتقد انها في الناحيه الايجابيه يعني. ان لازم كل لاعب كوره يبقى عنده جزء في حياته معنوي بجد والله. ان وبصراحه الامثله بدون ما اقول اسماء بدون ما اقول امثله والناس طبعا اللي بيتفرجوا علينا عارفين الامثله. كل الناس اللي مرت بمثل هذه التجارب في او يعني المقارنه او تفضيل الماده على الامور المعنويه بيجي في لحظه من حياته بيلاقي ان هو شبع خلاص والجزء المعنوي ده هو مفتقده. ساعتها لو سالته لو عايز ترجع الجزء المعنوي ده تدفع كل الفلوس اللي انت خدتها هيقول لك اه. هتقوله بس خلاص للاسف معلش الوقت عدى وصعب انت النهارده ممكن تكون فعلا عايز تدفع كل اللي انت خدته خلال الثلاث او الاربع سنين اللي فاتوا اللي انت خدت فيهم قرارك عشان ترجع الجزء المعنوي او حبك مع الناس. بس الناس رافضه. ما نقدرش نقنع الناس وما نقدرش ندي الناس فلوس عشان تحبك تاني. ده امر صعب كل امانه صعبه جدا في الزمن ده. فهو الدرس المستفاد من المسح حضرتك قلته ان لازم اي لعيب كوره بجد والله حط في حياتك جزء معنوي. في جزء معنوي انا مش هاي جنبه هيفضل. برافو عليك يا كريم. الرزق هيجي ربنا سبحانه وتعالى كده في كل الاحوال. هو الرزق عند ربنا سبحانه وتعالى بالظبط. هيبعت لك اللي مكتوب لك. بس فعلا بكل امانه في وقت من حياتك ما تخليش نفسك تندم ان الحته الوحيده المعنويه اللي عندك اللي بتربطك مثلا ما هو حلاوه الكوره في حب الناس طبعا في حب الجمهور. ناس بتشجعك وناس بتسقف لك والناس بتشوفك في الشارع تروح تصور معاك لحظة. حتى لو انت معاك ابنك وانت عندك 50-60 سنة هتفرح بكل امان لما ابنك يشوف طبعاً حب طبعاً الناس ليك طبعاً. مع كامل احترامي ابنك مش هيفتخر باي شيء لما طلع محفظتك وفيها 100,000 جنيه. اوكي هو غني وبيقدر يجيب كل حاجة. لكن لما تبص على وشه وهو بيشوف الناس بتسلم عليك وبيحضنوك وبيحبوك ويقولك يا بص يا فلان ابوك ده يا ما فرحنا ويا ما عمل لنا ويا ما دي حاجة. دي لحظة مع كامل احترامي بس قلب انت بالحاجات دي لانها لحاجات حقيقيه. انا بشوف يعني طبعا يعني من ضمن الحاجات برضو معلش يا وليد انا اسف مره ثانيه اصل انا ما بحبش اتكلم على حاجه شخصيه وهو طالما امني امانه هو كان مامني امانه ان انا ما اتكلمش في هذا الامر. نعم. لكن يعني امانه يعني ما لازم اقولها في مثل هذه الامور. معلش انا اسف مره ثانيه انا مش متعود ان انا اقول حاجه شخصيه. انا خلي بالكم انا في حاجات كتيره جدا ببقى بيني وبين لاعبين قدامى وموجودين دلوقتي حاجات شخصيه واقدر اخد بيها سبق يعني. نعم. لكن عمري ما بتكلم فيها. لكن دي حاجه في الناحيه الايجابيه على فكره مش معنى كده ان الاخرين ما يعني غلط. لا ده حقهم طبعا ما نقول حاجه لا حقك طبعا بس حابب كابتن وليد اصر طبعا اصر والله وقال لي والله ولا الهوى ولا مليه ده جمهور كفايه جمهور الاهلي اللي قاعد بيتفرج والله العظيم هذا كلام حقيقي وقدام يعني انا كنت قاعد وهو قدامي يعني مش مثلا حد قال لي ده الكلام ده انا سمعته بوداني يعني انا حتى بصيت له كده وسعد رد قال لي انا كمان يا كابتن اسلام برضو ولا حاجه والله هذا حصل. فبرضو ده للامانه يعني محدش بيشتري الاهلي وبيخسر اه يعني محدش بيشتري الاهلي وبيخسر. الحقيقه هي الفكره كمان تكمله لكلام حضراتكم ان ايه كريم قال ان انت لازم تعمل تاريخ لاسرتك ولاهلك. يعني انت بيتعرض عليك مبلغ مالي مثلا نفترض وجالك مثلا الضعف لكن انت برضو بتحسبها بتبص لقدام بتشوف اهلك بتعمل تاريخ لاهلك بتعمل تاريخ لاسرتك بتعمل تاريخ لاولادك. شعبيه وجمهور النادي الاهلي ده حاجه تانية يعني ان انت اصلا بتبقى يعني موجود في النادي الاهلي بقيمته بالبطولات اللي بتعملها. انا شايف برضو حتى نقطه الماديات ديت النادي الاهلي انت بتعمل فيه نفس الماديات لو انت جيت حسبتها في اي نادي تاني. ما انت في مكافئات بطولات بتاخد بطولات بتاخد اعلانات فانت لو جيت حسبتها هتلاقي الفرق صغير جدا. يعني انا بشوف كده ان حتى الناس مش اللي بتتكلم مش شرط احنا مش عايزين نحجر عن خلي بالك ما يبقاش فيها حجر على لعيبه ثابت بس لا خالص ما حدش باع الاهلي يعني احنا في عصر احتراف مش قصدي محدش باع الاهلي عشان بس لا نقطه من الاخر عشان الكلام ما يتعملوش تيرن اوفر يعني يا راجل ده كل حاجه ده كل حاجه بمناسبه التيرن اوفر ده كل حاجه ده عاملين ما تعملهاش تيرن اوفر بس لا لان هيقول لك طب ما النادي الاهلي ما بيشتري لعيبه من انديه اخرى طبعا بس احنا بنقول ايه بنقول ان في حته عند النادي الاهلي بيديك فيها ايه ممكن ما تاخدش نفس المقابل المادي بالظبط يا كابتن اسلام طبعا لكن الفرق
الفرق لو انت حسبته لو انت حسبت هو ازيد بكتير. هو خلي بالك دليل على كلامي. معلش يا كريم اتفضل اتفضل. معلش طب هو ما حدش هيحس بيها غير بعد ما يبطل. ايوه صح. ايوه لا و... طول حياتك انا اسف يعني صح ده الديفولت. بس بعض الامور الاستثنائيه بعضها وفي الزمن ده يا كابتن اسلام لان في الزمن ده المغريات كتيره قوي بصراحه طبعا. لان السوشيال ميديا والعالم كله بقى يعني حته صغيره كده. فالنهارده الناس كلها بتجرب كل حاجه وكل اي حد معاه فلوس بيقدر يشتري اي حاجه اونلاين مثلا يعني نفسه فيها. اول ما بتخلصها اول فعلا ما بتخلصها بترميها اجرب حاجه تانية. بتقعد تجرب 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 لغايه دي تقول نفسك انا مش مرضي. طب انت عايز فتسال سؤال ايه اللي يرضيك؟ يقول لك رجعني من زي ما كنت من 4 سنين. لا يعني وضح لنا عايز ارجع زي ما كنت. مش من 4 سنين يعني. مثلا يعني ماشي. بقول مثلا رجعني من 4 سنين. طب مش 5 يعني؟ لا لا 4. ماشي. طب لو حد ساله تدفع كل اللي خدته في ال4 سنين دول وترجع تاني؟ يقول لك ادفع. فتقول طب ما بقاش ينفع. هتدفع لجمهور؟ ما بقاش ينفع. ما بقاش ينفع. فهي الحته قرار لحظه. بالظبط. هي الفكره ايه؟ ان احنا بنيجي نقول الكلام ده ساعه القرار لاولادنا وهم صغيرين بقى. لان صح. اكيد الشخص هو من 4 سنين كان صغير لسه ما عندوش خبره ما شافش لكن سمع قبل كده بس هو نفسه يدوق حلاوه الماده. اوكي دوق اللي انت عايزه لكن لو انت خرجت من مربع معين للاسف مش هينفع نرجع له تاني. عشان كده انا بشكرك ان انت قلت المثل بتاع وليد. انا اسف لان هو درس درس ليه بقى هنا مهم. درس للولاد الصغيرين لان الصغير ما بيفكرش زينا وده مش معناه ان اللي بياخد غلط طبعا. لكن ده انا بتكلم في موقف حصل وفي ثانيه بصراحه لا. يعني مش لا. يعني واضح ان هو كان واخد قراره من قبل يعني وحتى استغرب لما انا يعني انت فاهم لكن هي في النهايه بس انا عايز اوجه بقى لوليد نصيحه اتفضل. ان شاء الله باذن الله وليد سليمان بينهي مشواره داخل الملعب وباذن الله باذن الله ياخد بقى شويه راحه وهو يرتاح ويختار طبعا الطريق اللي هيسلكه بعد كده سواء كان اداري او فني. اذا بقول اذا ان شاء الله كابتن وليد سليمان خد وان كنت ارجح يكون هو ده الاقرب يعني الطريق الفني الطريق الفني اتمنى ان كابتن وليد سليمان يبدا بان هو يعني ياخد كورسات تدريبيه ويتطلع على الكرة وفي جزء التدريبي مثلا بقول مثلا اذا كان ده اختياره يعني من اول خطوه او من اول درجه يشتغل عليها كويس عشان نكتسب كادر فني للنادي الاهلي. اعتقد ان احنا في الوقت الحالي يا كابتن اسلام محتاجين كوادر فنيه ومدربين يبدا حتى من اول درجات الناشئين لغايه ان شاء الله باذن الله باذن الله لما يتدرج ويبقى في المستقبل. نفسي مره بجد والله احنا يعني احنا دايما بنقول مثلا من ايام الكابتن صلاح الله يرحمه ان انسب مدير فني بيبقى لازم الاجنبي ان هو بيحبش ويكره ومتطلع على تطورات الكره في العالم وما الى اخره. لكن ليه لا؟ ليه لا ما نعملش مثلا زي لما برشلونه جه حط الثقه في جوارديولا والنهارده اهو بيحطوا الثقه في تشافي لان تشافي اسلوبه شبيه بجوارديولا. اتمنى ان احنا يكون نخلق كوادر ولكن ما نكررش غلطه واحده. أوكي. ان البعض بيظن ان انا لما اسيب الملعب تاني يوم عندي القدره وعندي المقدره ان انا انزل ادرب. لا لازم ندرس ولازم نتعلم وناخد الموضوع من بدايته عشان ان شاء الله باذن الله لما ناخد خطوه التدريب مثلا لفريق 23 او الفريق الاول يبقى انت فعلا 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 قاعد فيها 3 و4 سنين. وزي ما شفت كده جوارديولا بعد ما ساب برشلونه راح مسك بايرن في دوله مختلفه والنهارده هو مع السيتي ومصنف ان هو افضل مدير فني وفي الطريق تشافي. احنا نفسنا ولاد النادي الاهلي يبقوا بيتجهوا وبيسيروا بنفس زي مثلا ولاد برشلونه ما بيعملوا كده دلوقتي في العالم. تمام. عموما خلينا نطلع فاصل وبعد هذا الفاصل نرجع نكمل كلامنا عن حصاد الدوري العام. اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. هنتكلم عن حصاد الدوري الممتاز هذا الموسم لان وليد سليمان لو اتكلمنا عنه هننسى ونفتكر ان احنا ايه هنفضل قاعدين وهنلاقي الحلقه راحت معانا للساعه 2 والساعه 3. كل التوفيق يا كابتن وليد ان شاء الله خلال الفتره اللي جايه في اي مجال هتلاقي دايما جمهور النادي الاهلي في ظهرك دائما ويقف خلف كل من يحب النادي الاهلي. خلينا نروح بقى لحصاد الدوري يا احمد.
طبعا هناخد الدوري كده اعتقد مستعرف. الاهلي هيبقى من اقل المرات اللي تتكلم فيها عن النادي الاهلي في حصاد الدوري اعتقد. السنه اللي فاتت كنا تقريبا مختارين في تشكيل الموسم 6 من الاهلي رغم الخساره بس كان يعني كان الشكل افضل بكتير من من السنه دي وحتى السنه كمان اللي قبليها لما النادي الاهلي كسب بنتكلم في الدوري فقط مش دوري طبعا مش دعوه بافريقيا احنا بنتكلم الحصاد ده مش موسم معمول كدوري بس فاحنا الاول هنتكلم على هدافين الدوري السنه دي طبعا احمد سيد زيزو مش محتاجه بقى يعني 19 هدف منهم 10 ضربات جزاء اوكي تمام كتير برضو يعني لو من غير ضربات الجزاء دي كان هيبقى 9 اوكي مروان حمدي سموحه 15 هدف مابولولو الاتحاد 13 هدف جون ابوكا امبي 13 هدف شادي حسين 10 اهداف ولا ضربه جزاء محمد هلال البنك الاهلي 10 اهداف فدول هدافين الدوري يعني اعتقد ان المهاجمين المصريين اللي في الدوري يا كريم المتفوقين اللي هم اللي بارزين في الدوري المصري شادي حسين انا شايف ان شادي حسين مروان حمدي يعني مروان حمدي ما جاش في اخر في ماتش الاهلي بس لا يعني ايوه بس ما يعني. في لعيبه ما برضو لا ليه مروان ما برضو مروان ظهر مع سموحه ليه مروان من اللعيبه واضح ان هي من اللعيبه اللي ما بتقدرش تستحمل الضغط وهو موجود في نادي الزمالك نادي الزمالك برضو الضغط فيه شبيه بالضغط في النادي الاهلي انت وانت بتلعب المباراه او حتى بعض البطولات الخارجيه الناس دايما بتحط لك فريم معين ما تخرجش عنه انت ما بتقدرش يعني مروان محسن اكيد مهاجم جيد لعيب عنده خبره ولعب واحترف ولعب في نادي الاسماعيلي وكان مهاجم منتخب مصر في اوقات كتيره مع هيكتور كوبر اكيد مميز لكن بتيجي في حته انت ربما ما تقدرش ان انت تستحمل الضغط فلكن مروان حمدي السنه دي اكيد لازم يستحق من الاشاده ان هو تعب السنه دي وطالع وسيم شادي حسين عاجبني اكتر شادي حسين بيلعب في مركزين بيلعب وينج شمال وبيلعب مهاجم وهداف وكله جاب اهداف عالميه كتير طب شادي حسين في سيراميكا جاب بنشوفه بيشوط من بعيد بيجيب بدماغه حتى لما نستعرض كمان معدل المحاولات هو اكتر لاعب ليه معدل محاولات على المرمى فشادي حسين يعني انت بتتكلم مثلا في الهدافين حتى لما يجي مدرب منتخب مصر ما تلاقيش ان في مهاجم مصري في معدل 10 اهداف غير شادي حسين مثلا ومروان حمدي فالاختيار هيبقى ما بينهم لو هو بيحط قائمه منتخب مصر بس بصراحه انا شايف شادي حسين وابوكا عاملين موسم كويس جدا للامانه يعني الاثنين تحديدا في الهدافين طبعا غير احمد سيد زيزو في نادي الزمالك عامل موسم تاريخي بالنسبه له يعني لعيب كبير بصراحه احمد سيد زيزو برده هايل بصراحه هايل في كل حاجه يعني برده علشان الواحد يقول الحق بصراحه واحد من افضل اللاعبين في هذا الموسم طبعا الاكثر اسيست بقى برضو كذلك احنا اتكلمنا ان احمد سيد زيزو مسجل اهداف في الاسيست احمد سيد زيزو عامل 14 اسيست yeah. 14 اسيست رقم كبير اغلبهم برضو كرات عرضيه بس احمد سيد زيزو كم مباراه احمد لا هجيب الرقم دلوقتي بس لا بس اللي فايده بقى كابتن اسلام زيزو طريقه فيريرا لما رجع استفاد منها اكتر بالظبط يعني فيريرا ما جه اول ما جه مع نادي الزمالك وشاف ستايل الفريق وشاف طبعا ان هو معهوش لعيبه كتيره لان الزمالك كان مقوف لعب 30 من القيد لعب 30 من 6 30 30 مسجل 16 وصانع 14 نعم وفي اول 19 وصانع 14 وفي اول فتره فيريرا مع نادي الزمالك واجه بعض المشاكل الفنيه واجه حتى على مستوى النتائج كان ساعتها نادي الزمالك اتغلب من انبي واتغلب من طلائع الجيش لغايه لما هو خد قرار فني بان هو يحول الطريقه ل 3 4 3 ويبدا يعتمد على الكرات العرضيه هو بيثبت المساكين وبيثبت الفول باكس ما يطيروش قوي بيدي مساحه لزيزو ان هو اللي يلعب الكروسات انا في وجهه نظري ده القرار الفني ده هو اللي ساعد زيزو بشكل واضح ان هو يعمل هذا الكم من الاسيستات السنه دي واللي وصلت ان هو بيحتل صداره هداف الدوري لا ومش بس كده كمان صداره اللعيبه اللي عملوا اسيستات وبصراحه هو يستحق السنه دي زيزو سواء مع نادي الزمالك او مع منتخب مصر كان مستواه اكثر من رائع. لكل من يرى نادي الزمالك ونادي الزمالك كان بيجيب اهداف خصوصا الفتره الاخيره ازاي؟ من وجهه نظري ان هي كلها كانت كرات ثابته. لا كرات ثابته كورنرز او فاولز او عرضيات او عرضيات او عرضيات ضربات ركنيه كمان كتير قوي يعني واضح ان هو كان بيحفظهم بيخلص الماتشات بضربات الركنيه ودايما بنقول ان في بعض الماتشات بتخلص بالضربات الركنيه وان انت تسجل هدف مبكر دي برده طريقه تحترم منهم بالتاكيد. نعم. احمد رفعت في فيوتشر عامل 7 اسيست عبد الله السعيد في بيراميدز 7 عبد الكبير الوادي في سموحه 7 الياس الجلاصي في المصري 6 محمد ابراهيم في سيراميكا 6 احمد الياس الجلاصي لعيب كويس اعتقد بصراحه من احسن انا بشوف ان احسن اثنين صناع العاب في الدوري السنه دي اللي عملوا موسم كويس قوي الياس الجلاصي في المصري ومحمد ابراهيم في سيراميكا اوكي الاثنين عاملين ارقام كارقام اعلى ارقام صناع العاب في مصر محمد ابراهيم موجود ان هو اعلى معدل
من تاني اكتر لاعب صانع فرص، اكتر لاعب عامل معدل مراوغات ناجحه. اللي الياس الجلاسي موجود في قائمه الاكثر اسيست وموجود برده في قائمه الاكثر صناعه للفرص، فالاثنين كصناع العاب ممتازين جدا، عاملين شغل كويس بصراحه مع فرقاتهم مع فرقهم. يعني احمد مدبولي في الاسماعيلي فرق كتير وهو ساعد كتير جدا في انقاذ الاسماعيلي من الهبوط، عامل برده 6 اسيست. وليد الكارتي في بيراميدز قدم موسم كويس وعامل 6 اسيست، صفقه هايله برده لبيراميدز. يمكن ده ترتيب الاكثر اسيست. الاكثر معدل محاولات صحيحه على المرمى شادي حسين، وده الرقم اللي كنت بتكلم فيه، شادي حسين 1.6 ومابولولو الاتحاد 1.5، فالاثنين دول عاملين يعتبروا في المعدل المحاولات الصحيحه رقم كويس. الاكثر كلين شيت اكتر حارس حافظ على نظافه شباكه محمد بسام، حارس طلائع الجيش عامل 18 كلين شيت، اعتقد فتره طويله منهم مع الكابتن طارق العاشر، لان طريقه الكابتن طارق العاشر تتناسب مع هذا الامر. ودي نقطه مهمه يا كابتن اسلام، من ساعات المدير الفني بيبقى له دور في ان اللعيبه تتالق. يعني برضه عايز اشيد بالكابتن بالشغل اللي عمله الكابتن حمزه الجمل مع النادي الاسماعيلي. بصراحه الكابتن حمزه الجمل قدر ان هو يعني ينتشل النادي الاسماعيلي من فترات صعبه جدا جدا جدا. الفريق حتى كان قاب قوسين او ادنى من الهبوط السنه دي، والتواجد في الثلاث مراكز اللي في قاع الجدول. الراجل عمل شغل بصراحه ممتاز، واعتقد هو احد الاسباب الرئيسيه في بزوغ نجم احمد مدبولي مع النادي الاسماعيلي، ان هو اداله يعني اريحيه في اللعب واداله مساحات كبيره. وشفنا احمد مدبولي فعلا في المباريات الحاسمه في نهايه الدوري بينقذ النادي الاسماعيلي باسيستات كتيره، وقدر يساعد الفريق ان هو يعني يتقدم لمنتصف الجدول. فبرضه الكابتن طارق العاشر في نادي طلائع الجيش اسلوبه الدفاعي وطريقته الدفاعيه خلت الفريق يصعد دلوقتي لاعتقد المركز الرابع، هو وفيوتشر يعني عندهم نفس الرصيد من النقاط. وهنستنى طبعا الجوله بكره عشان نشوف طلائع الجيش ممكن ينهي الجدول وهو في المربع الذهبي. واعتقد طلائع الجيش في بدايه الدوري يا ثابت كان بعيد، كان بعيد قوي، كان بعيد يعني ما حدش كان يتوقع ان هو يصل في نهايه الدوري للمركز الرابع. كان ده بسبب ايه؟ بسبب الشغل اللي عمله الكابتن طارق العاشري والاسلوب اللي خلى هو ده. بصراحه طول عمرنا عارفين طلائع الجيش يعني ما بينجحش غير بالطريقه دي، من ايام 2005 و2006 بصراحه طلائع الجيش طول عمره بينجح بالطريقه دي مع الكابتن طارق العاشري. عايز افتح معاكم موضوع برضو بالنسبه في الدوري في السنه دي، ايه رايكم في انديه الشركات؟ هل الافضل انديه الشركات ضافت كفيوتشر كفاركو؟ طبعا ضافت، بس هل انتم مش شايفين مثلا ان الاستثمار ده لو حصل في نادي جماهيري ممكن يكون افضل ولا ايه؟ يعني مثلا انا تاني مره، انا امبارح كان معايا الاساتذه جمال الزهيري والاستاذ محمود صبري والاستاذ عبد الحكيم ابو علم والاستاذ عصام شلتوت، اتكلم في هذا الامر. انت لو قصدك ان نادي شركه يساند نادي جماهيري، اعتقد دي فكره جيده جدا، بحيث يعني ان الانديه دي عندها جماهيريه. يعني انت تخيل ان النادي الاولمبي هذا النادي العظيم بعرقته تاني اقدم نادي في مصر بعد السكه الحديد، وحاجات كتيره جدا واسماء كبيره جدا، والفائز بالدوري العام قبل كده في ظل ناس كبيره جدا واسماء كبيره جدا في النادي الاولمبي. تشرفت بان انا كنت اساسي ومن يعني بدايتي كانت في النادي الاولمبي. تخيل، بلاش اتكلم عن الاولمبي لانه بيلعب في الدرجه الثانيه، لكن تخيل انت النادي الاسماعيلي كان في يوم من الايام النهارده هذا الموسم كان ممكن جدا لا قدر الله ينزل درجه ثانيه، وما زال معرض ده السنه الجايه. ما هو في مشاكل، ما هو يعني احنا سامعين ان الاداره يعني برضو بتحس الجماهير ان هي تتبرع للنادي. وطبعا كلنا عارفين ان الاسلوب ده النهارده في اداره الانديه مستحيل تقدر تعيش على التبرعات ده طبعاً. مستحيل يعني، واذا عايشك يوم او يومين. حتى الارقام بصراحه اللي طلعت ارقام هزيله، يعني عشان نقدر نقول النادي الاسماعيلي يقدر يعيش منها. فلازم النهارده يكون في استثمار. ولكن بس هي فكره في ايه يا كابتن اسلام؟ احنا خدنا الموضوع ده كتير في السنوات الاخيره. انديه الشركات مفيش مشكله يكون ليها يعني تواجد في الدوري وتطفي نوع من، يقول لك انا يعني ادفع لنفسي ولا ادفع لل بالظبط. بس في بعض، احنا بنتكلم على رجال الاعمال، في بعض رجال الاعمال زي اوروبا كده، في اوروبا بنشوف رجال اعمال ومستثمرين بيخش يقول لك والله انا هشتري النادي الفلاني. هنا انا اقول له لسه لم يتم تخصيص هذه بس بشرط خاصة واحد. انا اسف بشرط واحد، ده في وجهه نظري الشخصيه، ان انت تعمل حذو النادي الاهلي لما قعدنا نتكلم على اللائحه الداخليه، ان انت تحط بند عندك في اللائحه بتاعتك ان اي مستثمر، مثلا بقول مثلا نادي غزل المحله، نادي غزل المحله من الانديه اللي ممكن فعلا يبقى يعني مثل اللي احنا بنتكلم عليه ده، حط عندك بند
ان المستثمر ما ياخدش اكتر من 49% مثلا، صح؟ ليه؟ عشان تبقى الاداره بتاعتك. وده المثل اللي احنا بنشوفه فين؟ بنشوف اسبانيا وبنشوف المانيا. الدولتين دول محافظين على انديتهم، ريال مدريد وبرشلونه اللي بتديرهم وبتمتلكهم الجمعيات العموميه، بايرن ميونخ اللي بيمتلكوا الجمعيه العموميه. انما انا ضد المثل بتاع ايطاليا وانجلترا، ده مثل خطير جدا. ليه؟ يجي لك مستثمر هيشتري كله، صح؟ اوكي، هو ينبسط 3 4 سنين بعدين. لو صحي من النوم وراح حب لعبه البدل مثلا يعني، صح. هيروح يبيع، هيقول لك شكرا انا ما والله مش الكوره مش دهوياني وعايز ابيع اي حد، وي حد يشيله وتخش انت في دوامه. شفنا الامثله دي للاسف، انديه كتيره في اوروبا بتتاثر منها. شفنا قبل ليدز قبل ما يطلع كان نادي كبير جدا جدا في انجلترا في التسعينات بدايه الالفينات، بعد كده نزل هبط وبعد كده طلع مؤخرا. نوتنغهام فورست نفتكر زمان كان نادي كبير جدا جدا في انجلترا. الفلوس لما بتخش زياده عن اللزوم انديه جماهيريه ممكن تضيع، فعشان كده كان مثلا مشكورا الكابتن محمود الخطيب، وهيظل التاريخ يذكر مجلس الاداره الحالي والكابتن محمود الخطيب اصروا في اللائحه ان هم يحطوا البند بتاع ان الاستثمار وشركه الكوره فيها استثمار، لكن 51% لصالح الجمعيه العموميه و49% متاحه لاي مستثمر عايز يخش يستثمر فلوسه، عشان نفضل محافظين على النادي بتاعنا ويفضل النادي ده ملك الجمعيه العموميه وملك مصر، وما يبقاش في اي مشكله بعد كده ان احنا عندنا اي مشاكل ماليه. مستثمر اوكي نادي غازي المحل، انا اتمنى ان هو اي مستثمر يخش يشتريه. شفنا تجربه نادي بيراميدز، اوكي يعني ماشيه بشكل كويس، وان كنت اختلف بس على حاجه واحده، ان انا لما اجي احسب كم الفلوس اللي اتصرف خلال 4 أو 5 سنين وابص على الناتج، انا اقول لنفسي بصراحه مش محتاج ان انا اصرف كل المصاريف دي. لا، وزي ما انت قلت ده مثال ان ممكن مالك النادي يصحى تاني يوم الصبح يقول لك يا جماعه انا بخسر كتير، انا عايز اشتري عايز ابيع كريم وبيع احمد. تجربه فيوتشر نجحت اكتر من بيراميدز. اوكي، تجربه فيوتشر نجحت اكتر من بيراميدز. ليه؟ فيوتشر ما صرفوش نفس الصرف اللي صرفه بيراميدز. بيراميدز صرف كتير جدا، وتاسس برضو بصراحه يعني تاسس على حاجه ان هي تبقى ضد حاجه معينه. نعم، فده كان الاساس، وكان في صرف كتير جدا يعني ضد النادي الاهلي، فكان في صرف كتير جدا، فاللي هو الصرف اللي حصل ده ما عملوش حاجه في الاخر، لا خدوا دوري ولا خدوا كاس ولا افريقيا ولا حاجه. فيوتشر على العكس صراحه هي تعتبر من انجح التجارب السنه دي في الدوري المصري، تجربه فيوتشر من اول سنه. نفسي بقى نقول من انجح التجارب تجربه المنصوره، تجربه دمياط، تجربه الترسانه. نفسي بقى نسمع الكلام ده خلال الايام اللي جايه، لانه زي ما انا قلت دايما الانديه الجماهيريه دي هي اللي لها والله يا جماعه الدوري من غير الانديه الجماهيريه دي ولا يعني بيبقى صعب، مش بيبقى يعني طبعا انديه الشركات لها كل الاحترام وكل حاجه. ما برضو خلينا يعني ننصح الانديه الجماهيريه بنصيحه لله والله. في نقطه مهمه جدا، يعني مثلا النهارده النادي الاسماعيلي، النادي الاسماعيلي انت عندك مقومات حلوه جدا، وبتقدر النادي الاسماعيلي واحد من الانديه اللي بيملك كشافين كويسين مثلا، انا بشوف كده بيقدروا عينهم حلوه في اللعيب. طيب شوف تجربه فالنسيا في اسبانيا. نادي فالنسيا بالمناسبه جايب كافاني دلوقتي. نادي فالنسيا في التسعينات كان دايما احنا بنقول اسبانيا كان لسه مفيش، اتلتيكو كان بعيد يعني، بنتكلم برشلونه ريال مدريد وفالنسيا. فالنسيا كانت ده بعد اذنك، ريال مدريد وبعدين برشلونه. ريال مدريد بعد برشلونه دلوقتي في كل حاجه. جنب الكعب مش دعوه بقى، جنب الكعب، جنب الكتف، هتعمل لي جنب الكتف. الريال الاساسي ريال مدريد جنب الكعب. شفتوا ريال مش هو برشلونه؟ ريال مدريد ده جايب كام بطوله؟ ريال مدريد ده مشكلته الوحيده معايا ان هو واخد بطولات اكتر من الاهلي بس. دي مشكلته الوحيده ان هو عمال بيزود في دوري ابطال اوروبا والسوبر الاوروبي واحنا مش عارفين نجيب. مش عارف. كان في التسعينات فالنسيا كان عندهم لعيب اسمه مندييتا. مندييتا ده كان يعني اسطوره، وكان نعم شعر اسمر، هم كلهم شعرهم اصفر فظيع يا زلمه والله. مين؟ بيقول لي شعر اصفر لعيب في اوروبا يعني خضرا فظيع اقسم بالله. كان بيلبس شيرت ابيض كده شبه بتاع مندييتا. كان واحد فعلا من العباقره اللي طلعوا من نادي فالنسيا، وكان عقده لبرشلونه يعني، كان فظيع بجد. جم هم خدوا قرار بان هم يبيعوه لاتسيو ساعتها، وكان لاتسيو بيعمل فرقه اللي هو خد الدوري الايطالي 2001. فساعتها الجماهير في فالنسيا اتضايقوا، ليه بيبيعوا مندييتا ونجم الفريق وبتاع. الاداره ساعتها قالوا كلمه جميله جدا، قالوا يا جماعه لازم نبقى احنا واقعيين،
احنا لا نملك الامكانيات ان احنا نفضل سنويا ننافس ريال مدريد وبرشلونه. احنا نادي عايز يطلع لعيبه كويسه ويطورها خلال سنتين ثلاث سنين ويبيعها برقم كبير ياخد الفلوس ويرجع يعيد الدوره مره اخرى، اجيب لعيبه انا من واخد بيهم الدوري بعدين ثلاث اربع سنين ابيعهم. ممكن اخد الدوري مثلا مره كل 10 سنين. النادي الاسماعيلي كان ماشي بالسيستم ده، نفتكر في التسعينات خد مره في بدايه التسعينات، خد مره في بدايه الالفينيه وهكذا. انا وجهه نظري ليه بقول الكلام ده؟ بقول عشان الناس ساعات هم بيدبسوا ناديهم في مشاكل. انت ممكن تقول لا انا النهارده مثلا انا في الرعايه، اديني زي الاهلي، انا زي الاهلي. لا انت زيك مش زي الاهلي، انا النهارده عايز انافس كل، لا انت هنا بترفع من الطموحات بتاعتك ومن الامال بتاعتك وبتحط ناديك تحت الضغط لغايه لما توصل ان انت بقى سبت المنافسه وسبت كل حاجه ولقيت نفسك ان انت بتحاول تهرب من الهبوط. فهنا مهم جدا انديه تحط اهداف بسيطه واهداف تناسبها وتقلل من التنافسيه خارج الملعب، يبقى الكلام هادي وتبدا تدور على راعي بسيط يديك مبلغ، تجيب لعيب كويس، تبدا تستثمر. ولما تيجي تبيع بيع على طول، مش تقول لي لا انا مش هبيعه عشان انا النهارده عايز انافس. مين انت اصلا مش هتقدر تدفع له مرتبه السنه الجايه؟ لان اللعيب بتاعك الكويس ده لو راح منتخب مصر شهرين هيجي يقول لك انا اسف انا مرتبي السنه الجايه 50 مليون جنيه، انت مش هتحافظ عليه. فمهم قوي ان كل نادي في مصر يبقى حاطط كده فريم لنفسه يناسبه عشان يقدر يكمل ويعيش. تمام، هنطلع فاصل، وبعد هذا الفاصل افضل تشكيل، افضل جمهور، افضل لاعب في الاهلي، افضل لاعب صاعد في الاهلي بعد هذا الفاصل. مفاجآت في تشكيل العام هذا الموسم. انا الحقيقه زيكم، خلي بالكم انا بشوف دلوقتي، يعني انا فوجئت كده باسم في النص. يلا خلينا نشوف وجهه نظر احمد ثابت وكريم سعيد. اتفضل. تمام، ابدا بتشكيل الموسم. واحنا حطينا بعض المعايير في التشكيل، لازم برضو نتكلم على لعيبه تكون لعبت اكبر عدد من المباريات في الموسم. في لعيبه كتيره قدمت مستويات جيده جدا يا كابتن سلام، مثلا في الدور الاول في لعيبه مثلا قدمت الدور الاول وجزء من الدور الثاني، يعني مثلا اشرف بن شرقي. اشرف بن شرقي كان واحد من نجوم نادي الزمالك في الدوري ده، لكنه في الاخر جه ومشي. وعمرو السوليه، ولعبنا الاهلي الاساسيين جم، الاداره خدت قرار بان هي اديتهم راحه في تقريبا 8 ماتشات الاخيره في الدوري. فبالتالي هنا انت ما لعبتش الموسم بالكامل، في حين في بعض اللعيبه في فرق اخرى لعبوا ال 34 مباراه كامله او نسبة أكبر من نسب نوعية اللعيبة اللي احنا بنتكلم عليها دي، دول لعبوا. فأنا مثلا التشكيل بتاعي اللي اخترته، أفضل حارس السنة دي حارس مرمى في الدوري المصري بالنسبة لي محمد عواد، حارس مرمى نادي الزمالك، عمل موسم جيد جدا جدا جدا، وكان واحد من أسباب أعتقد كلين شيت اللي خرج بينا الزمالك في مباريات كتيرة، وقدم مستوى ويتطور مستوى جيد. في خط الدفاع أنا اخترت أربع لعيبة. باك اليمين خد عمر كمال عبد الواحد، واحد من اللعيبه اللي قدموا مستويات جيده في مركز الباك اليمين السنه دي مع نادي فيوتشر. الاثنين مساكين عندي محمد عبد المنعم لاعب النادي الاهلي، و الونش لاعب نادي الزمالك. دول بالنسبه لي افضل اثنين كانوا ثابتين في مستوى طول الموسم، وكمان محمد عبد المنعم قدر ان هو يشيل دفاع النادي الاهلي في اوقات كتيره رغم المستوى السيء. على جناح الباك الشمال انا اخترت احمد فتوح لاعب نادي الزمالك، قدم مستويات جيده. في خط الوسط خدت الثنائي بوبو لاعب فيوتشر، وخدت امام عاشور لاعب نادي الزمالك. الاثنين دول بوبو قدر ان هو يقدم مستويات جيده جدا، خليته مرشح بشكل كبير جدا للانتقال. امال ديانج فين؟ نعم، ديانج لعب بشكل مميز جدا جدا مثلا في الدور الاول زي مثلا علي معلول، لكن في الدور الثاني مع هبوط الاداء شويه وماتشات كتيره ما كانتش كويسه، وكمان 8 او 9 ماتشات ما لعبش فيهم بقى بعد قرار اراحه اللاعبين، هنا بيخلي بوبو في وجهه نظري ياخد درجه اعلى لان هو لعب ماتشات اكبر، وكمان نادي فيوتشر كسب كاس الرابطه، وكمان بينافس على المربع الذهبي في اول موسم له، فده في وجهه نظري ممكن يدي بوبو بعض الافضل. في الثلاثي الامامي اخترت مصطفى شلبي
الجناح الايسر مع نادي انبي، لان هو كنت بفكر في اشرف بن شرقي بصراحه، لكن مصطفى شرقي في وجهه نظري لعب ماتشات اكتر لان بن شرقي مشي، ونفس الامر هو ينطبق على لعيبه النادي الاهلي. مركز البلاي ميكر انا اخترت عبد الله السعيد لان هو السنه دي قدم مستوى جيد مع نادي بيراميدز، وشفت له مباريات كتيره كان كصناعه لعب مميز جدا جدا جدا، وقدر ان هو برده دخل في الليسته اللي ثابت شرحها لنا وقال لنا على الارقام فيها. اعتقد هو عمل سبعة اسيست السنه دي. على طبعا الجانب الايمن اخترت طبعا زيزو افضل لاعب في الدوري السنه دي، وفي في مركز المهاجم الصريح اخترت جون ايبوكا مهاجم نادي انبي، مهاجم هجام، مهاجم قوي جدا جدا جدا. ما خدش هداف الدوري، ولكن اللي اتفرج على جون ايبوكا السنه دي فعلا هيشوف ان هو مهاجم خطير جدا في المركز ده. تمام. بالنسبه للتشكيله بتاعتي يمكن هي فيها برضو اسماء قريبه من اسماء كريم، بس الطريقه مختلفه، بس طريقه اللعب هتبقى مختلفه، هتبقى 4-4-2. في حراسه المرمى طبعا محمد عواد، محمد الشناوي قدم موسم كويس، ولكن محمد عواد برضو مستواه فرق مع نادي الزمالك في حصولهم على الدوري. الاثنين المساكين محمد عبد المنعم ناحيه اليمين قدم موسم كويس مع النادي الاهلي، ومحمود الونش فارق برضو مع نادي الزمالك، اعتقد ان هم يعتبروا احسن اثنين مساكين حاليا في مصر مع احمد حجازي. ناحيه اليمين عمر كمال عبد الواحد، يمكن الظهير الايمن ده احتارنا فيه للامانه يا كابتن اسلام، ما عادش فيه ظهير ايمن كويس في مصر، يعني ما عادش فيه في الدوري لما تيجي تختار قعدنا نحتار، ما فيش يعني، حتى سيد نيمار بتاع الزمالك وينج مش ظهير، قعدنا نتكلم في النقطه دي، فحطينا عمر كمال هو يعتبر افضلهم، هو اللي عامل موسم كويس مع فيوتشر، ولكن المكان ده عجز في مصر بصراحه. الباك اليمين والشمال والله بقى. الشمال انا بصراحه مش بشوف غير علي معلول، بشوف ان التشكيله المثاليه علي معلول قدم موسم كويس، وهو كان واحد من احسن اللعيبه في النادي الاهلي، وقدم مباريات كويسه بصراحه، ما بقدرش اشوف باك شمال وما احطش علي معلول. الاثنين الارتكاز محمد رضا بوبو فيوتشر عامل موسم كويس جدا، وامام عاشور طبعا فارق مع الزمالك وتحركاته لقدام وعمليه البنتريشن اللي بيعملها والتكمله والاختراقات والتسديدات فارق جدا مع الزمالك. في وسط الملعب الاثنين محمد رضا بوبو من فيوتشر وامام عاشور من نادي الزمالك. هو ديانج فين؟ وديانج يخش معاهم في منافسه، بس ديانج يخش معاهم في منافسه؟ يعني انا مش بتكلم كتقييم لاعب، احنا بنتكلم على حصاد دوري، أرقام دوري. يعني محمد رضا بوبو لعب موسم أكتر، عدد مباريات أكتر، شارك في أهداف أكتر من ديانج. إمام عاشور برضو لعب عدد مباريات أكتر وفرق مع نادي الزمالك، لكن إحنا مش بنقيم برضو، دي نقطة مهمة، مش بنقيم مستويات لعب. يعني مثلا محمد شريف ما هو واحد من أفضل المهاجمين في مصر، علي معلول برضو أحسن ظهير أيسر في مصر، محمد الشناوي ما محمد الشناوي من وجهة نظري أحسن 100 مرة من محمد عواد، ولكن دي وجهة نظري. لكن أنا حاطط محمد عواد ليه في التشكيلة الأساسية؟ لان هو عواد قدم موسم كويس، فدي الارقام بتقول كده والاداء اللي عمله. تمام. مش معنى ان احنا حاطين عواد ان هو افضل من الشناوي، لا، ده هو ده حصاد موسم في الدوري تحديدا. يعني لو اختارنا مثلا لو بنختار فريق الموسم في دوري ابطال افريقيا مثلا، مش هيكون فيه اي لاعب من نادي الزمالك، لان هم نادي الزمالك خرج من المسابقه في دور المجموعات مثلا. فهنلاقي مثلا اذا يعني اخترنا فريق دوري ابطال افريقيا هنلاقي ان مثلا ما فيش ولا لعيب من نادي الزمالك، لكن في فريق الدوري دي حصاد للدوري، الدوري تحديدا اعلى درجات للعيبه اللي لعبوا اكتر عدد للمباريات في نهايه الدوري. تمام. امام عاشور وبوبو. أوكي. الجناح اليمين احمد سيد زيزو طبعا هو لاعب الموسم لا اختلاف. ناحيه الشمال هنا احمد رفعت مع فيوتشر من وجهه نظري قدم موسم هايل 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 مع فيوتشر، وفرق معاهم، وكان دايما الجبهه الشمال بتاعت فيوتشر دي اخطر جبهه في الدوري. احمد رفعت وجوناثان الاثنين اللي قدام، شايف شادي حسين مع سيراميكا عامل معاهم فارق كبير جدا وبيحرز اهداف بصراحه بتتمتع وانت بتتفرج عليه، وجين ابوكا مهاجم انبي واحد من المهاجمين الكويسين جدا المقاتلين اللي هو الشرس النوعيه اللي هي ناقصه الدوري المصري اللي هو المهاجم القوي بدنيا الهداف. فانا بشوف ان ده يعني افضل تشكيل اللي هو 4-4-2. تمام. خلي افضل جمهور في الاخر، افضل لاعب في الاهلي، افضل لاعب في الاهلي السنه دي ديانج. افضل لاعب في الاهلي يا كريم؟ انا بالنسبه لي محمد عبد المنعم. محمد عبد المنعم. افضل لاعب صاعد في الاهلي محمد اشرف. زياد طارق. زياد طارق. طيب اخيرا افضل جمهور
افضل جمهور، جمهور النادي الاهلي بالتاكيد، مش عشان احنا في قناه الاهلي، ولكن بصراحه جمهور الاهلي السنه دي عجبني في حاجه مهمه جدا. الماتش اللي فات ان جمهور النادي الاهلي، النادي الاهلي خسران الدوري اولا في مباراه نهائي دوري ابطال افريقيا، رغم ان كان في صعوبات في الرحله، لان شفنا هناك جمهور النادي الاهلي موجود في رحله النهائي قدام الوداد في المغرب. وبعدين النادي الاهلي خسر الدوري، يعني المباراه الاخيره دي تلاقي اغلب الجمهور مثلا ما يروحش، لا تلاقي النادي الاهلي جمهوره بيبقى موجود، اللي هم ال 2000 ونص اللي هو موجودين، تلاقي الجمهور موجودين، يعني تلاقي الجمهور موجودين. ورغم ان الاهلي كان خسران في اخر ماتش، الا ان الجمهور من الدقيقه الاولى للدقيقه 90 قاعدين بيشجعوا، واغاني جمهور النادي الاهلي والحاجات دي موجوده. فبصراحه كانوا دايما بيقولوا انتوا بتشجعوا الاهلي عشان بيكسب، عشان بيكسب بس. لا، الموسم ده رد على المقوله دي، ان فعلا جمهور النادي الاهلي بيبقى دايما موجود وقت المحنه ووقت الازمات، بتلاقي موجود، وده سر قوه النادي الاهلي وسر عظمته، وجود جماهير النادي الاهلي في ظهره. اكيد طبعا، مش يعني مش هزود كتير على كلام ثابت، اكيد جمهور النادي الاهلي يحسب له كتير. الموسم ده واحد من اصعب المواسم على النادي الاهلي يا كابتن اسلام، وفي يعني في سقطات كتيره لفريق الكوره، ولكن الناس فضلت في ظهر الفريق. وكمان رحله المغرب بصراحه، والعدد اللي سافر وتعب في، وكنا عارفين طبعا الظروف اللي حصلت في ماتش الوداد، لكن ان شاء الله باذن الله باذن الله باذن الله زي ما اداره الاهلي عودتنا، لما يكون في كبوه باذن الله باذن الله يبقى السنه اللي بعديها بيبقى في طاقه انفجاريه. انا بشكركم شكرا جزيلا على وجودكم معانا النهارده. وكالعاده حضراتكم دائما السند والظهر للنادي الاهلي ولكل ما يخص النادي الاهلي. ان شاء الله الايام القادمه ان شاء الله ان شاء الله حضراتكم تسمعوا اخبار جيده. انا بشكر حضراتكم شكرا جزيلا، ان شاء الله اشوف حضراتكم بكره على خير في تمام الساعه 10 وحلقه جديده من البيت الكبير.